عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم اليومي الصباحي الإخباري هذا الصباح، وتتابعون فيه اليوم ومتابعة لانتشار فيروس كورونا أثر والوباء على المصابين بالحساسية بمرض الربو وأيضا مرض السل، هذه الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي موطن من تمكن منهم للأسف فيروس كورونا. كيف نجعل هذه الفئة الهشة من المرضى في مأمن من الإصابة، وكيف نتصرف أيضا في حال حدوث الإصابة؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها بعد قليل في محور النقاش الأول في هذا العدد الذي تتابعون فيه أيضا، وفي إطار التكوين المهني عن بعد تخصصات جديدة تلائم سوق الشغل وتتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الإنتاجية، كما نفتح أيضا ملف تسيير النفايات الصحية والتعامل معها خاصة المتعلقة بوسائل الوقاية والحماية من فيروس كورونا من بينها الأقنعة الواقية والألبسة الواقية أيضا وغيرها. في هذا الصباح لهذا الخميس مشاهدينا الكرام لنا عدة وقفات، أخبار الصحف، الثقافة، الرياضة وآخر المستجدات الوطنية والدولية. أهلا بكم، نسعد بخدمتكم على المباشر طيلة ساعتين من الزمن، ابقوا معنا على الإخبارية للتلفزيون الجزائري. إذن مشاهدينا أهلا وسهلا بكم، المستهل وكالعادة قراءة في عناوين الصحف الوطنية والدولية. جولة في أهم ما تضمنته عناوين الصحف يقودنا فيها زميل بدر الدين عباسي. صباح الخير بدر الدين. صباح الخير فايزة لك ولكل مشاهدينا. إذن جولة في أبرز العناوين الصحفية الدولية والوطنية، نستهل جولتنا الوطنية من عنوان يومية الجمهورية والتي نقرأ في أبرز عناوينها اليوم: الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات. وجاء في الموضوع: ترأس الوزير الأول السيد عبد المجيد جراد اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وطبقا لجدول الأعمال درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون قدمته وزيرة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى 4 مراسيم تنفيذية قدمها على التوالي وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة. وعلاوة على ذلك تضيف الجمهورية: تم تقديم عرضين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشباب والرياضة. أخبار اليوم وفي صفحتها للحدث: الدفاع عن الجزائر قضية الجميع. كتب صاحب المقال: أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدفاع الوطني يتطلب تضافر وتنسيق جهود الجميع بما فيها الإعلام الوطني للتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلدنا، مبرزا أهمية تقديم رسالة إعلامية هادفة تعزز التماسك الوطني، ومشددا على أن الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع. تنقل أخبار اليوم اقتباسا عن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة. من الملف الأمني مشاهدينا إلى ملف التشغيل والذي نقرأ تحت عنوان في صفحة من صفحات الشروق، يقول هذا العنوان: توظيف 200 بطال وهذه مصادر التمويل. وفي تفاصيل الخبر نقرأ: كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن استعانة وزارة المالية بالبنك الدولي لتحديد كيفية رفع الدعم الشامل والذي يستفيد منه حتى الأغنياء في الجزائر من خلال جرد العائلات المعوزة واستحداث وكالة تسيرها وزارة المالية لتتكفل بتوزيع الإعانات، فيما كشف عن خطة لتوظيف 200,000 جزائري خلال 5 سنوات والتحضير لاستحداث بنك للسكن وبنوك خاصة وفتح رأس
مال البنوك العمومية، تقول الشروق في مقالها. عنوان آخر كذلك في إحدى الجرائد الجزائرية وتحت عنوان ارتفاع مخيف في عدد الإصابات بكورونا. إذن هكذا رصد المشوار السياسي المشهد الصحي في الجزائر من خلال العودة طبعا للأرقام المقدمة من طرف رئيس لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار، والذي نقلت عنه المشوار قوله أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي. وهنا يتطرق أقول كاتب المقال إلى خبر فتح مديرية الصحة والسكان لولاية كيكدة تحقيقا بخصوص ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد 19 بمستشفى محمد ناطور بالقل غرب كيكدة حسب ما علم إذن من طرف مراسل الجريدة بهذه الولاية. إذن موضوع آخر وصفحة كاملة للحديث عن الثورة في شهرها، الثورة نوفمبر المجيد، بنشر مقال مطول عن جيل التحرير لكن فئة الأطفال، وهذا في موضوع وشحته يومية الشعب اليوم بعنوان الشعب ويكاند تغوص وأقول في بطولات أطفال الثورة. ونقرأ في ديباجة هذا الموضوع: وقع أطفال الثورة شجعان بأحرف من ذهب أسماءهم في السجل البطولي للثورة، وكان حلمهم تحرير الجزائر أكبر حتى من أعمارهم، وبذلك كانوا يساهمون بشتى الطرق والوسائل إلى جانب المجاهدين في تحرير الجزائر، سواء بنقل مناشير سرية للمجاهدين أو إيصال رسائل ثورية أو نيل أو أقول حمل قنابل للنيل من المستعمر. لنقرأ في هذه الورقة أو في ورقة الشعب الخاصة عديد العناوين الفرعية التي يصور فيها الكاتب محطات النضال لدى الطفل الجزائري من جيل الثورة، مبرزا حميد خصالهم وأهمية الدور الذي لعبوه في معركة التحرير. ولأن الحدث الرياضي كذلك اليوم اخترنا عنوانا من صفحات يومية كواليس، والتي كتبت الخضر للاقتراب من موعد الكاميرون، والمقصد هنا هو إذن منافسة أبطال إفريقيا بحول الله. ويسعى المنتخب الوطني، هكذا بدأ صاحب المقال، يسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في تصفيات الكأس أمم إفريقيا للأمم والمقررة كما ذكرنا بالكاميرون عند استقباله لضيفها زيمبابوي اليوم الخميس بملعب 5 جويليا بالجزائر العاصمة ابتداء من 8 مساء. وفقد تشير جريدة الكواليس بأن المنتخب الجزائري يسعى إلى وضع حد لسلسلة الإخفاقات أمام هذا المنتخب، منتخب زيمبابوي، والذي لم يتمكن أو لم تتمكن الجزائر من الفوز عليه منذ 31 عاما. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. إلى المشهد الدولي الآن، والذي اخترنا عنوان من صفحة أو من جريدة القدس العربي التي كتبت مبعوثة الأمم المتحدة، تقول محادثات ليبيا أحرزت تقدما بشأن خارطة طريق الانتخابات. ونقلت القدس بأن محادثات ليبيا أحرزت تقدما بشأن خارطة طريق للانتخابات، والتي قالت بشأنها ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قالت بأن المحادثات السياسية الجارية في تونس منذ أيام بشأن مستقبل ليبيا أحرزت تقدما بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في غضون 18 شهرا. وأضاف ستيفاني في مؤتمر صحفي بتونس، تنقل أيضا القدس العربي، بأن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية. آخر مقتراتنا من العناوين الصحفية الدولية، إذن من صفحات الشرق الأوسط وتحت عنوان ولاية جورجيا، إذن الأمريكية تقرر إعادة فرز بطاقات الاقتراع ويدويا هذه المرة بعد احتجاج الرئيس المتهيئ ولايته دونالد ترامب.
وتقول إذن الشرق الأوسط: قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا بأن الولاية ستقوم بإعادة فرز جميع بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 نوفمبر. وقال سكرتير الولاية برادر بأن أو في مؤتمر صحفي تقول الشرق الأوسط: يتعين فعليا إعادة الفرز يدويا ورقة بورقة لأن الفارق متقارب جدا. وأضاف: نريد البدء في هذا قبل انتهاء الأسبوع. إذن مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام هذه القراءة السريعة في أبرز العناوين الصحفية الوطنية والدولية. عودة إليك يا فايزة وبقية محطات برنامج هذا الصباح. شكرا لك بدر الدين، نلقاك في أعدادنا البرنامج. والآن ومع دخول الحجر الجزئي حيز التنفيذ بداية من 8 مساء وإلى غاية 5 من صباح اليوم الموالي، وذلك تفاديا لانتشار فيروس كورونا وللحث دائما على احترام إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، كثفت الأسلاك الأمنية مجهوداتها من أجل ضمان تطبيق هذا الحجر الصحي والتزام المواطنين بتطبيقه في مختلف شوارع العاصمة. خليل تواتي يتابع في هذه الورقة. مع الارتفاع المحسوس لعدد الإصابات بفيروس كورونا وتطبيقا لإجراء الحجر الجزئي المنزلي، ضعفت وحدة مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر من جهودها من خلال تكثيف الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة عبر الطرقات وكذا مداخل ومخارج العاصمة. يا خويا لو كونفيرمو لازم واحد، كل واحد يعس روحه، لازم يعس روحو، يعس والديه، يعس خوته، يعس. هذه مليحه لينا كاع، ماشي انا الله غالب، هذا وين دخلنا من البحر راني طالع للدار. الشعب هذا لازم يوقف، لازم يوقف الشعب هذا، لانه رانا الحاله غير تطلع كما اليوم. انا شفنا 752 وين رايحه هكذا. المديريه العامه للامن الوطني تهدف من خلال السهر على تطبيق هذه الاجراءات الوقائيه الى مواصله توعيه وتحسيس المخالفين بخطوره هذا الوباء. التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي بشكل يتلائم مع التوقيت الجديد للحجر الجزئي المنزلي من الساعة 8 إلى الساعة 5 صباحا، وذلك من خلال تعزيز نقاط المراقبة الأمنية في احترام هذه المواقيت، حتمية ارتداء القناع الصحي الواقي واستعمال المطهر، وذلك بالتعامل بكل صرامة مع المخالفين باتخاذ ضدهم كل الإجراءات اللازمة. نطبق في الميدان وعوض التشكيلات الأمنية الراجلة والراكبة في الميدان للتطبيق الصارم لمخالفي إجراءات الحجر الصحي وبروتوكول صحي. يبقى احترام الإجراءات الوقائية السبيل الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها والقضاء على هذا الوباء. إذن محاربة الوباء هي مهمة الجميع، وأيضا التعامل مع المصابين بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية الملائمة والمناسبة لهم في الوقت المناسب هي مهمة الأطقم الطبية. خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الوباء هي مهمة نبيلة وشاقة، فيها الكثير من المخاطر خاصة إذا تعلق الأمر بالحالات الخطرة وأصحاب الأمراض المزمنة. الصحة بعد الفاصل. أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ولمضاعفة خطيرة أيضا، خاصة أصحاب الجهاز التنفسي الضعيف، مرض الحساسية الربو وأيضا مرض السل. هل من إجراءات وقائية إضافية؟ كيف نقوي الجهاز التنفسي؟ كيف نقوي جهاز المناعة لديهم؟ وكيف نتعامل معهم في حال الإصابة؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفة هذه الفقرة، دكتورة نورا أيت واتلي، الطبيبة المختصة في أمراض الحساسية والأمراض الصدرية بالمؤسسة الاستشفائية لبرج التيفان في العيادة المتعددة الخدمات بباب الزوار. أهلا بك سيدتي. مرحبا. إذن سيدتي، وبداية فيروس كورونا وللأسف يسجل أرقام مرتفعة في الأيام الأخيرة قد تعود إلى التراخي لتطبيق الإجراءات الوقائية من طرف الكثيرين للأسف، وأيضا لهذا الموسم بالذات الذي هو موسم انتشار الإنفلونزا والعديد من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي. كيف تقرأين تطور وباء كورونا في هذه الفترة بعين علمية طبيبة متخصصة في مجال الأمراض الصدرية؟ صباح الخير للجميع. النصائح الطبية أهم كل شيء لحماية مرضانا، حماية المواطنين، من بينها كل ما تتجاوزوا الحصص ارتداء القناع، احترام المسافة،
قواعد النظافة دائما ودائما. فيما يخص مرضانا اللي عندهم مرض المزمن من باب الحساسية ولا من باب أمراض الصدرية وخاصة مرض الربو، دائما المراقبة. احنا من نهار بدأت الجائحة هذه ما حبسناش دوك النصائح، المرضى ديالنا دائما يجونا نتواصل معاهم، مواجهتهم باسكو لازم ناكدوا امر باللي الاشاره هي تدل باللي هذا المرضى راه في تزايد مالوغ اسمه. دونك حنا عندنا وحده لمحاربه كوفيد في المؤسسه المؤسسه الجواريه في باب زوار لمحاربه المرض، نوجهوهم خاطر كي يجوا في المراقبه للمرضى ديالهم كاين عائلات، نوجهوهم لينيتي هنا كي يكملوا المشوار دون لو سونس اي فون لي اورينتي فون لي بروغرامي. اسمحي لي على اللغه. لا معليش، المهم الرساله تصل، فقط نتكلموا باللغه البسيطه اللي يفهمها الجميع حتى تصل الرساله الى اكبر عدد من المشاهدين. طبعا دكتوره، مرضى الحساسيه انت قلتي لي في البدايه انه تقوموا يجب عليهم مراقبه حالتهم الصحيه باستمرار خاصه في ظل هذه الجائحه في ظل كورونا، كيف تتم المراقبه؟ احنا كل شاك فوا كونت سي بريزونت ا نوتر يونيتي C'est-à-dire, on les conseille. Donc, on reçoit nos malades, nous nous toujours تطبيق القواعد الأساسية اللي قلنا لحمايتهم وهو دائما احترام المسافات، قواعد النظافة والحجر الصحي للعائلات. عندهم بعض الإجراءات الإضافية اللي قدروا يديروها زيادة على هذه الإجراءات اللي أصبحت معروفة؟ حنا من جهتنا راهم يعني كما يقولوا الحمد لله المراقبة مستمرة. وشنو قلت لك في هذه الأيامات الخين الموجة الأولى ما كانش عندنا، ما نكذبوش على روحتينا، ما وضحت لناش الأمور لهذه الدرجة في 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 ستادير لا بروغريسيون دو لا مالادي. سي فري كون سو روتروف دون ان كادر و يا ليبيديمي دو لا غريب على لا فوا اي سيت بانديمي دو كورونا. دونك اون ايساي دو نوتر ميو بور ميو لي اورينتي باسكو يل فيان. On leur demande, c'est vrai qu'on leur demande les tests, on leur demande de faire les tests, les analyses, éventuellement s'il faut pousser les investigations dans l'exploration, à savoir un scanner. Et quand c'est prouvé, on les oriente vers les unités qui sont... La prise en charge de cette pandémie, malheureusement. بالنسبة لأمراض الحساسية خاصة اللي عندهم حساسية متنوعة، حساسية ضد الغبرة في بعض الأحيان، حساسية ضد الصوف، حساسية ضد حتى في هذه التغيرات المناخية تنتشر هذه الأمراض المتعلقة بالحساسية مع التغير الأحوال الجوية أيضا. كيف يتعامل هؤلاء المرضى في هذه الفترة من أجل أنهم فعلا يقوموا بمراقبة وضعيتهم الصحية ويتفادوا انتشار فيروس كورونا بتطبيق إجراءات الوقاية، حتى أنه فيه بعض المرضى يقولوا عندهم حساسية حتى من القناع الواقي؟ صح، هذه ظاهرة شفناها. واش نقول لك دوك، حنايا المرضى ديالنا باينين، سيتادير المراقبة لو كونترول دو لا مالادي إلي كلاري نت، داكور؟ المتابعة الطبية يعني المتابعة بدون انقطاع. حتى نفتحوا قوس في المتابعة الطبية، حتى أنتم أصبحتم تقوموا بالمتابعة عن طريق المواعيد عن بعد، يعني عن طريق التواصل الافتراضي بالهاتف. دون لو دوسي ميديكال دو شاك مالاد أون لوغ نيميرو تيليفون، داكور؟ العنوان ورقم الهاتف، ولا شفنا المريض ديالنا ما يلحقناش، سيرتو حنا المرضى أون فا سيبلي لي مالاد نون كونترولي، يعني ما لحقناش كومام نتحكموا في المرض ديالهم بالفعاليه تاع الادويه. لا اون لي
quand on voit qu'ils ne se présentent pas pendant les trois mois en général, donc on les contacte. Donc, on va renforcer justement les conseils par rapport à nos malades et on va être sûr qu'ils ne sont pas atteints du corona. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cette épidémie de la grippe, que chaque année, on les conseille, on est en train de les vacciner. C'est chaque année. Malheureusement, il y a eu une petite ouverture pour le vaccin, puis il y a eu cette rupture, on ne comprend pas pourquoi. Donc, je leur demande à partir de ce plateau... التلقيح ضد الانفلونزا الموسميه كيف هو الاقبال خاصه من طرف هذا المرضى انت كطبيبه مختصه تنصحيهم انهم قلت لهم ا partir de ce plateau faut pas vous inquiéter faut être patient quand même parce qu'il y a une petite rupture du vaccin les choses vont rentrer dans l'ordre باذن الله donc il faut attendre on les reçoit chaque année ils sont en train de vacciner احنا ثم تقوموا بواجبكم يعني تحية لكل الأطباء كل الأطقم الطبية في مختلف المستشفيات والعيادات في مختلف ولايات الوطن أيضا نعود المرضى الحساسية حتى نكملوا في الفترة الأولى أنه الحساسية اللي تنتشر في هذه الفترة وأيضا كنا أشرنا إلى الحساسية للقناع الوقتي فنتصرف في هذه الحالة Il y a des malades qui sont plus. Il y a eu ces endomètres de Ficara, c'est de constituer leur propre qu'ils sont en train de confectionner. Moi-même, je suis médecin et le masque chirurgical, j'ai une hypersensibilité. C'est-à-dire, نعطس ونسعل. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais soyez-en sûr, quand ils prennent leur traitement, ça va rentrer dans l'ordre. Quand ils continuent à prendre leur traitement, ça rentre dans l'ordre. Ils sont en train de confectionner des bavettes, pour dire des masques ou la rina. اللي عندهم حبابهم خياطات ولا يعني يصنعوا القناع من مواد يقدروا يتحملوها وتكون بأقمشة قطنية نعم أقمشة خاصة الواحد وإحنا نقول هنا أنه لا تهاون مع ارتداء القناع حتى أن الدكتورة نحت القناع الآن فقط كانت تحجز به ولكن قالت للرسالة تصل أن القناع لا ننزعه إلا في حالة احترام إجراءات الوقاية والتباعد أيضا لأنه إحنا محترمين المسافة الآن هذا عن مرضى الحساسية ماذا عن عندما تكون الحالة متطورة أكثر مرضى الربوي اللي عندهم كل مرة ربما أزمات يدخلوا في أزمات خصوصا في شهر نوفمبر حتى الشهر ديسمبر مع تغير الأحوال الجوية يدخلوا في أزمات في مرض الربو وتغير الحالات المناخية مع انتشار الجائحة ونسمعوا أنهم هم الأكثر تهديدا من فيروس كورونا إذا كان أصابهم فيروس كورونا قد يؤدي للأسف المضاعفات خطيرة بالنظر إلى ضعف جهازهم التنفسي. التنفسي من باب المناعة توتافي. دونك لي كريز دازم، سي سكون نابيل حنايا الضيقة بالعربية العامة. الضيقة نعم. لي كريز دازم، سا دوفيان دو بلوز أن بلو رار، كون ميم ماشي دو. Il y a l'orientation au niveau de notre unité de Beb Zoua, qui m'a fait tourner à l'unité de COVID-19, عندنا حالات استعجالية، نوجهوهم مي اون جينيرال انا نتحكموا في الوضع دونك هي با ليو دو سانكيتي دون سو سون كاين مرضى يخافوا يجوا للمستشفى يقول لك ممكن ما احنا نلتقط الفيروس ممكن ويخلوا حالتهم تتعقد يعني اذا كانوا محتاجين من هذا الباب نصحوهم ما تخافوا التنفس الاصطناعي من هذا الباب نقول لهم ما تخافوا ما تخافوا ما تخافوا رانا هنا باش نقوم بالواجب باذن الله وحنا ثاني نحترموا كل ما يجي المريض هنا نحترموا باش يكونوا التباعد بينتهم كيف نوجهوهم كيف نصحوهم هلا هل من طرق ربما هكذا ونصائح تقدميها للمرضى لتفادي الدخول في أزمات بالنسبة للحساسية بالنسبة للربو حتى يقوي جهازهم التنفسي وأيضا تقوية جهاز المناعة؟ ما فهمتش السؤال من باب اي ستتي. يعني المرضى اللي عندهم حساسيه اللي يعرفوا بلي عندهم ايضا مرض الضيقه او مرض الربو هل في هذه الفتره تقدمي لهم بعض النصائح انهم مثلا يقوموا بالتهويه المتواصله كيفاش يقوموا باش يخلوا جهازهم التنفسي فعلا يكون قوي ولا ما يدخلوش في التعقيدات الصحيه يعني شوفي استاذه احنا ننصحوهم الخروج من المنزل غير للضروره فقط داكوغ ما يتهاونوش الاسواق والمحلات والتجمعات هذو كاع يتفاداوها ما بقاش قد اللي فات كما نقولوا حنا بالعاميه يتفاداوها
في البيوت، تهوئة الغرف، كما موالفة نعطي لهم النصائح في, 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 في المصلحة اللي نتعاملوا فيها، تهوئة المنازل، أخذ الأدوية في الوقت المناسب، يشوفوا روحتهم حاجة ما قدوش يتحكموا، حتى نتكلموا على كلمة التحكم في المرض، ما يستناوش الغونديفو ديالهم. وقلتها لهم بليزيوغ فوا، وأنا كي يعرفوني ما يستناوش الموعد، وما يستناوش أيضا أنه الحالة تولي معقدة معقدة باسكو دوكا كارثة راهي صايرة في أذهان شعبنا، ربي يسمح لنا، على بالهم باللي مرضى ويقول لك ماشي ماشي ماشي، دونك يخلوا الحالات ديالهم حتى كي تكون تتولي الأسوأ، وهنا جريمة في نفسه قبل ما تكون جريمة للآخرين. هذه هي النقطة، وهنا يعقد حتى من مهمتكم أنتم كأطباء. أكيد ثم أكيد تقولوا لهم تنجيتني على ثلاث أيام وتنجيتني قبل أسبوع. أنا قلت لك جريمة في نفسه قبل ما تكون جريمة في حق الآخرين. D'accord, ce qu'on appelle une bombe à retardement. Il faut penser à sa santé parce qu'elle n'a pas de valeur, la santé, elle n'a pas de valeur. Donc le moindre ishara باش تنحي تشك وطبيب يكون معك باش يوجهك لاحسن طريق، اروح شوف طبيبك، ما تستناش الغونديفو. على بالكم باللي لا غريب سي كوا، ونقولها لكم ونعاودها لكم اشاك فوا، اعراض الحساسيه باينه، لا غريب وشنو هي والكورونا وشنو هي. داكور دونك ايسيي دو نو با فوز انكيتي، ما كما يقولوا ما تقلقوش، ما تقلقوش يعني، ما تهولوش الدعوه دون لو سونس. مؤمنين الحمد لله، الحمد لله. داكور il faut quand même suivre les conseils du médecin, il faut penser à votre santé avant tout. Il faut penser à votre santé, ne soyez pas c'est pas égoïste, négligent. انانيين ومتهاونين، ما تكونوش متهاونين بالرغبه صحتكم، باش ما تكونوش راكم تضروا انتم نفسكم قبل ما تضروا العائله ولا الجيران ولا الاحباب. ايفيتي التجمعات، ايفيتي الاسواق غير للضروره. ريسبكتي سي فو بلي tout ce qui a trait à cette pandémie jusqu'à inshallah ربي يرفع علينا هذا الضر ان شاء الله. يا رب. ماذا عن مرضى السل؟ مرضى السل نفس الشيء، يعني نهضروا من باب الطب، نقص المناعه. داك امراض السل سي اون كيما يقولوا باب واحد اخر، سي اون مالادي كي كونفيرمي بكتيريا، عندها ادويه ديالها، عندها متابعه ديالها، المراقبه ديالها، نفس النصائح للأمراض المزمنة. يعني ولينا نتحكموا فيه في الوقت الراهن. أنا نتحكموا فيه في الحمد لله، الحمد لله، من باب الشفاء ولا من باب المراقبة، الحمد لله. دون سو سونس نفس قلت لك، مرضى ولا ماشي المرضى، نفس النصائح اللي نعطوها لنفوسنا قبل ما نكونوا للمرضى ديالنا. هكذا هذه هي مرض. وشنو هي الاعراض الان، الاعراض لمرض السل، حتى الواحد يعرف بلي عنده هذا المرض ويجب التشخيص؟ المرض السل حاجه اخرى، باب هي بكتيريا ماشي فيروس، هذه اول شيء. ثاني شيء دائما تبدا كما يقولوا بالحمى، بالاعراض تاع يفشل الانسان، وهنا يتم الخلط مع كورونا. وعلى هنا ننصحوهم شاك فوا سي انو لي ميديسان دو ترونشي. Ça nous les médecins de voir. Tachris le monde. Est-ce que virus, est-ce que bactéria, et d'autant plus que la tuberculose, malheureusement, actuellement, c'est un concept beaucoup plus contagieux. D'accord. L'adwa, تكون في العائلة، فرد واحد يقدر يعدي كاع، وماشي في جيران وحبابه. دونك باب واحد آخر، باش نتكلموا ثاني نقاش كبير في موضوع مرض السل. حنا نستهدفوا لا بانديمي دو كورونا، لا بانديمي دو كورونا كي فيان سونغريني دون ليبيديمي دو فيروس دو لا غريب. داكور سي بارابور ا سا. الوغ فوني نو فوار، نيزيتي با نو كونتاكتي، اوني لا بور فو كونسيي، اوني لا بور فو اوريونتي، اي سويي بريدون، بونسي ا فوتر فامي، بونسي ا فو زامي. فوالا، هنا نداء من دكتوره ربما تواجه يوميا في الميدان، تنشط لم تتوقف طيله الجائحه، طيله انتشار الكورونا. وشفتي الكثير من الحالات، احكي لنا على حاله ربما العيادات والمستشفيات، الامكانيات المتوفره، وايضا الظروف اللي تؤدوا فيها هذه المهمه النبيله، خاصه عندما يرتفع للاسف عدد المصابين والمرضى ويصبح فيه اكتظاظ داخل المصالح الاستشفائيه. الملاحظه الاولى اللي درتها لك، قلت لك الموجه الاولى كنا تحكمنا في الوضع دون سونس، سكون كونستاتي كنا حضرنا حالات، من الموجه الثانيه هذه سي دي فامي،
سي دي فامي حنا انا تعيشوها في باب زوار نتعيشوها في باب زوار ما لباليش ولا انا عندي الحق نحكي برك تفضلي تفضلي نعم المنبر مفتوح ليك فوالا مريض ديالنا واحد مريض ديالنا جانا درنا بالواجب لقينا بليس الكورونا سي توت لا فامي افراد 15 من العائله 15 من العائله والحمد لله وشكون اللي مات مالوغوزمون أمراض مزمنة وسلكو مات شاب 35 سنة يعني اللي كان يجري هو أصلا على العيلة دي واحد ما يقول أنا شاب وأنا محمي واحد ما يقول هذا هو هذا هو الوباء للأسف حتى الشباب اللي يقولوا الآن اللي ما ملوتان تصيبني أنا تجيني خفيفة ما ملوتان نمرض بها تفوت وتروح On n'a pas le droit de dire blé, parce que les enfants, c'est des porteurs, ils ne sont pas atteints, parce que c'est des jeunes, ils ont suffisamment cette immunité pour affronter la situation. Ça touche beaucoup plus les malades chroniques. On a vu quand même des malades chroniques s'en sortir. خرجوا من المأزق هذا وكاين دي جون كوميم طاحوا في ربي يجيب الشفاء لكل ان شاء الله ربي يجيب الشفاء لكل المرضى ونكملوا الحديث في هذا الاطار انه دائما في اطار التوعيه التحسيس النصائح اللي تقدميها انت كدكتوره تشوفي يوميا الحالات اللي جيت كيف نتفادى هذا العدوى قلتي لي شخص واحد عدا 15 فرد من العائله لما الواحد يلاحظ الاعداء الاعراض ولو تكون في بدايتها كيف يتصرف انه خاصه اذا كان عنده مرض مزمن الحساسيه الربو ولا كان في وسط الفوج تاع المرضى هادو الفوج تاع المرضى تاع المزمنه نقولوا ونعاودوا وناكدوا لا للتهاون لا للتهاون عندكم اطباء احنا نتحسبوا عند الله ولا ما قمناش بالواجب اروحوا طرحوا اسئلتكم احنا باذن الله نكونوا في الميدان باش نوعوكم باش نوجهوكم ولا ربي يلطف ربي يلطف بنا اذا تحيه في الاخير ربما لكل الاطقم الطبيه اللي تواجه هذا الوباء اللي هي خط الدفاع الاول لمواجهه الوباء واللي تعول على وعي المواطنين من اجل ايقاف العدوى ومن اجل ربما ان شاء الله باذن الله القضاء على هذا الوباء دكتوره تكلمت من قلبها وقدمت لنا كل النصائح الملائمه ونزيد نملح لك دقيقه فقط انك تتوجهي مباشره اللي يشاهدونا الان ويقولوا كورونا متاش منه يقولوا لو انا عندي جهاز المناعه تاعي قوي حتى ويجيني يجيني خفيف اللي يقولوا ما لحد الان ما يطبقوش اجراءات الوقايه لا للاسف الكورونا موجود وظاهره عالميه ماشي جزائريه سيتي بانديمي ما بقاش كما قلت قد اللي فات شفنا ناس ماتوا منه شفنا ناس ضروا منه دوك واش نزيد نقول من اكثر من ما تتهاونوش خاطر جريمه في نفوسكم قبل ما تكون جريمه للاخرين هذه ما كان اذا لا تهاون لا تهاون لا تهاون واحترام احترام ارتداء الاقنعه المسافه قواعد النظافه هذه ما نقدر نقول للمرضى ديالي ولا الجزائريين والمواطنين بصفه عامه والناس الناس اللي قصدتهم في المستشفى من اجل ربما المواعيد الروتينيه من اجل يشوفوا حالتهم مثلا في مرضى الحساسيه او الربو لانك في هذه المصلحه باش تنصحيهم في هذه الفتره لما يجي للمستشفى واش يدير Toujours l'estimarie fait le maraqaba. Qui me goulou les traitements de vie de grand-mère, pourquoi pas marhaba bihom, des infusions de bonne tisane. Hassitou aïchi dhalkoum par rapport à la l'adia dirkoum. اروحوا لهنايا روحوا عندنا مرحبا بكم وحنا نعاونكم وحنا نوجهكم سي انكور ميو بور لي ميو لي فوار حنا اون بريفير فوار لو مالاد اي ديسكوتي افيك فوالا وعن طريقة نشكر اي لو ساف دايوغ اي توجور سيت سيت سو ريسبي دو ديستانساسيون وعن طريقة نشكر الجيش الابيض كل المرابطين في خط الدفاع الاول لمواجهة فيروس كورونا شكرا جزيلا لك دكتورة نتمنوا انه الرسالة فعلا تصل ونتمنوا مزيد من الوعي دكتورة نورة ايت واتليا المختصة في امراض الحساسية والامراض الصدرية شكرا جزيلا لك اذا مشاهدينا المزيد
المزيد والمزيد من الوقاية، لا تهاون في تطبيق إجراءات الوقاية على المستوى الفردي، وبالتالي من حماية الفرد نصل إلى حماية كل أفراد المجتمع. وأيضا من الحملات اللي تهدف دائما لتطبيق فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى وللتحسيس والتوعية بضرورة احترام التعليمات الصحية لإيقاف هذا الوباء، حملة واسعة لأفراد الدرك الوطني بمدينة تيبازا بابن هارون، يرصدها لنا في هذا الروبورتاج مراد سواسي. ارتداء الأقنعة الواقية والتزام إجراءات الوقاية أمور حرص أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببهارون على إيصالها للمواطنين من خلال حملة تحسيسية. ارتأت قيادة الدرك الوطني لبرمجة حملة تحسيسية لفائدة المواطنين من أجل الوقاية من الانتشار الواسع لهذه الجائحة، وعلى غرار باقي المجموعات الإقليمية للدرك الوطني، تسهر قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا على المشاركة الفعالة في مواجهة الجائحة، وعلى الخصوص في المرافق العمومية أو التي تعرف إقبالا للمواطنين عليها، وهذا بالتذكير الدائم والتوعية لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس المستجد. تجاوب كبير من طرف المواطنين مع هذه العملية التحسيسية، وإدراك بضرورة التزام قواعد الوقاية. وحنا الدرك الوطني دونيم يخدموا فيه ولا سلك الشرطة، ربي يجازيهم، تما مام هما راهم يوعوا فينا بطريقة جيدة وممتازة. وهذه حملة مليحة، ولازم الناس يرتديوا الكمامات، ياخذوا المسافات بيناتهم. هذه الحملة هذه مفيدة للغاش للناس كاع. باسكو لي جون ماهمش واعيين. اللي ماتوا ربي يرحمهم، المرضى ربي يشافيهم، ما علينا حنايا غير بالوقايه. هي عمليه تحسيسيه تضاف الى عديد الحملات التي تقوم بها المجموعات الاقليميه للدرك الوطني عبر الوطن للتوعيه بضروره التزام اجراءات الوقايه. الالتزام بإجراءات الوقاية والتوعية بها إذن هي مهمة الجميع. نحيي كل الأسلاك الصاهرة على تطبيق هذه الإجراءات الوقائية في الميدان، خاصة مع دخول إجراءات الحجر الجزئي حيز التنفيذ. أستقبل معكم ضيف الصباح ولكن بعد هذا الفصل القصير. نفتح معكم الآن ملف التكوين المهني والتسجيلات المهنية عن بعد. التسجيلات المهنية للموسم 2020-2021 والتي انطلقت فعلا عن بعد رغم تأجيل الدخول المهني إلى تاريخ 15 من ديسمبر المقبل. لتفصيل حول هذا الموضوع يحضر معي سيد جمال أيد صديق، المكلف بالإعلام والاتصال بالمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد. أهلا بك سيدي. أهلا بكم، تحية صباحية معطرة بذكر الله تعالى إليكم جميعا وإلى كافة المشاهدين الكرام. شكرا لك وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن قطاع التكوين المهني قطع أشواط كبيرة خاصة في مجال التسجيلات عن بعد عن طريق التمهين عن بعد، والتسجيل في هذه التخصصات من خلال ربط ربما العلاقات بين المؤسسات التكوينية والمؤسسات الاقتصادية أيضا. بداية، هل لك أن تعرفنا وبإجازة عن النمط التكويني عن بعد، ما هي مزايا هذا التكوين؟ شكرا. أكيد لا يخفى عن المشاهد الكريم بأن قطاع التكوين المهني يضمن ثلاث أنواع أو ثلاث أنماط من التكوينات: التكوين عبر التمهين وهو مع المؤسسات الاقتصادية، التكوين الحضوري وهو الذي يكون في مراكز التكوين المهني المنتشرة في البلاد، لدينا في كل ولاية مركز، والتكوين عن بعد. هذا النمط التكوين عن بعد هو الذي يضمنه المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، وهو أول مركز له تجربة وله خبرة تفوق 30 سنة، يعني عام 1984 قامت الوزارة بإنشاء هذا المركز. يضمن نمط يعني وحده عنده مزايا كثيرة، أذكر من بينها مثلا أنه يختلف
هذا كل. فكل بلدنا ما شاء الله الجزائر الحبيبة بلد شاسع، بلد مترامي الأطراف. هذا النوع من التكوين جد جميل وجد يعني نافع، كونه أنه يعني لا يعتمد فقط على الأساتذة بكثرة وككل، فقط هو تكوين كما قلت عن بعد، يضمن تكوين نوعي وتكوين يعني مميز. ثم كذلك هو ينفع المرأة التي لها الحق في التكوين، وهي ربة بيت ولها مهمة كبيرة في تربية الأطفال، ولكنها ترى نفسها يعني عندها حق في التكوين. تتمكن من التنقل إلى المركز يوميا وساعات متواصلة حضوريا التكوين الحضوري. هذا هو ميزة التكوين. لماذا؟ لأنه يترك للشخص المتربص هذا الذي يريد أن يتكون فرصة اختيار المكان طبعا، الوقت يعني الزمن، ويتكون. يعني احنا فقط نمدوه، نقوم بإمداده بالنوعية بالدروس أو بالتخصص المطلوب، وعليه أن ينظم وقته ويدرس بالطريقة التي يراها مناسبة. فقط هو محدد مثلا بأوقات إرسال الفروض وهذه والتقييمات، هناك يعني اتصالات حتى لا يكون يعني يعني بعيد على الأنظار واعطينا له الدروس وانتهى الأمر، لا، فيه متابعة بيداغوجية لهذا. كما لا يخفى عنكم كذلك هو نمط احنا نتوجه به للمتربصين، الى الطلبة اللي في الجامعة، الى كما قلت المرأة الماكثة في البيت، الى النزلاء في السجون كذلك ينتفعون من هذا النوع، ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك يساعدهم هذا التكوين، صحيح، أصحاب الحرف أيضا بهدف الحصول على الشهادة أيضا. بالضبط، يعني هناك يعني التكوين الذي من خلاله يتلقى دروس نوعية حتى يترقى في المنصب بتاعه، الشخص الذي يريد الترقية في المنصب بتاعه، ويخص بعض يعني المواد أو يخص بعض الأمور مهمة في التكوين أو في ممارسة العمل بتاعه، يساعده هذا التكوين. حنا نقوم بالتأهيل. ما هي أهم التخصصات التي يقدمها المركز والتي ربما تستجيب لمتطلبات كل هذه الفئات اللي ذكرتها منذ قليل السيد أيد صديق؟ طبعا بطبيعة الحال احنا المركز لا يقوم بإطلاق تخصص إلا بعد وضع دراسة، يعني نشوفه في السوق وش يحتاج، ما هي الطلبات التي نتلقاها من الناس، نقول فقط مثلا، لأن لدينا احنا ملحقات جهوية، حتى يعني نفتح لها ملحقات جهوية منتشرة في 9 ولايات، ومن خلال هذه الولايات نمس كافة التراب الوطني. يعني احنا نقوم نطلب من الملحقات الجهوية، كل ملحقة جهوية تعطينا التكوينات المطلوبة، لأن كل منطقة لها نوعية خاصة. يعني منطقة الصحراء مثلا يطلبون بعض التكوينات مثلا في السياحة إلى غير ذلك، في الشمال في يعني عندنا في جهة الشلف يعني يقبلون كثيرا على تخصصات الزراعة وكل، وبينما في الصيف وهذيك المنطقة تربية الحيوانات. فاحنا نقوم بإطلاق التكوينات كما قلت حسب تطلعات ورغبات الشباب ورغبات المجتمع بصفة عامة، يعني السوق الاقتصادي. نعم نعم، يعني تخصصات جديدة تستجيب لطبيعة المنطقة، طبيعة الولاية، وأيضا لمتطلبات سوق الشغل. طيب بالضبط. قبل المواصلة في التفصيل نتابع هذه الورقة التي أعدتها الزميلة إيمان بوثلجة حول الموضوع. تخصصات جديدة يقترحها المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، ليمنح فرصة التعلم لمن ينشد تكوينا في مهنة شريفة. في عدة تخصصات، عندنا التخصص القاعدي اللي نسميه التكوين لا فورماسيون انيسيال، يتوج يعني هذا التكوين بدبلوم دولة في عدة مستويات، كالتقني سامي، تقني، كشهادة الكفاءة المهنية. خطوات سهلة، يتمكن الشخص عند الولوج إلى الموقع من التسجيل واختيار المنصة طبعا، واختيار التكوين وملء الاستمارة هذه. إجراءات تسجيل سهلة لترغيب الشباب والأشخاص الذين يطمحون في اكتساب حرفة للمستقبل في مختلف الميادين كالفلاحة والإدارة والسياحة والحرف الخدماتية. نحن لابو انفورماسيون دو جي ار اش، يعني تسيير موارد البشرية، مع الانفتاح الاقتصادي الذي سوف تعرفه الجزائر، أظن أنها الاختصاص رقم واحد في عالم الشغل. طالبة جامعية متحصلة على شهادة ليسونس في اللغات الأدب واللغة الفرنسية، حبيت نلتحق بمركز التكوين المهني عن بعد.
باسكو يسهلوا لنا فيه تسهيلات. انا نسجل ابني قلت لك ولدي وولد صهري. أيوه. نظرا لانهم ما نجحوش في الدراسه تاعهم ما كملوش الدراسه تاعهم. يعني من الاحسن باش نرجعوهم الى التكوين سواء في الفلاحه او في الخياطه او في اي تكوين مهني باش يضمن مستقبلهم ان شاء الله. أكثر من 21 تخصصاً يقترحه المركز عن طريق المنصات المرئية أو الأرضية الإلكترونية أو القرص المضغوط، كلها سبل للتكوين دون تحديد للسن أو مسابقة، فالأبواب مفتوحة للتسجيل على مدار السنة. إذن الأبواب مفتوحة أمام الجميع للتسجيل وعلى مدار السنة أيضا في هذه التخصصات، تخصصات جديدة يتم ربما تغييرها كل سنة سيد أيد صديق لتتلائم مع المتطلبات ومع تغيرات ما تطلبه الساحة الاقتصادية. بالضبط، هذا كلام صحيح. وكذلك لدينا فرقة تقوم بتحييد المواد، يعني لاكتواليزاسيون دي كونتوني بيداغوجيك، حتى يكون هذه المادة خاصة إذا كانت المواد فيها كل محاسبة، فيها القانون المالية إلى غير ذلك، دائما فيها تحيين، فيها متابعة، حتى تكون تساير الوقت وما تكونش متأخرة عن ما عن الوضع. يعني ما هي التكوينات الجديدة المقترحة في المركز؟ لدينا تكوينات قمنا بتحيينها ويعني بإضفاء طابع بيداغوجي هكا يعني مميز، وهو كانت موجودة فيما قبل، مثل الحلاقة الرجالية، الحلاقة النسوية، مثل البستنة، كذلك تربية الحيوانات الصغيرة، مربية ومساعدة الأمومة ومربية الأطفال الصغار، تكوين مطلوب جدا. هذا تكوين. كذلك تصوير فوتوغرافي ومبادئ في الإعلام الآلي، هذه تخصص وتقنية تجارية، هذه تخصصات جديدة يعني قمنا لأخر. وعلى ذكر تخصصات، هي الآن قمنا بإدراجها في البلاتفورم، يعني في الأرضية التكوينية، الأرضية الإلكترونية المدونة للمركز، حتى يتمكن الإنسان الذي يعني يختار التكوين عندنا إما أن نقدم له قرص مضغوط، قرص NCD به الدروس هذه تخصص، أو إذا كان أراد أن يدرس مباشرة في المنصة، يعني في البلاتفورم هذه دراسة بيداغوجية مسهلة كامل، يعني حتى يكون خطر هو عن بعد، لازم فيه تبسيط، فيه كذا كامل عن بعد. ولما نقول التمهين أيضا، التمهين يتم من خلال أيضا دروس تطبيقية على الميدان. هو التمهين كما قلت لك هو نمط لوحده، ما احنا لا نقوم بالتمهين كما قلت لك في الأول. الوزارة الوصية يعني تضمن ثلاث أنماط، نمط التمهين هذا يا نمط آخر، مش المركز تاعنا، نمط آخر يتمشى مع المؤسسات، يعني يكون المتربص هذا يتلقى يعني دروس نظرية ودروس تطبيقية يقوم بها في المؤسسة الصناعية في كذا منا. احنا لا نقوم بهذا، احنا لا، نمط تاعنا نمط عن بعد كما قلت لك، هو ارسال الدروس والمتابعة البيداغوجية حتى ايصاله الى الامتحان النهائي. وبما انه هذا النمط من التكوين عن بعد موجه للجميع، وانت اشرت الى المرأة الماكثة في البيت، الى الشباب، مختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق الوطن، خاصة المناطق النائية، مناطق الظل ايضا، الذين يتمكنون من تلقي هذا التكوين دون عناء التنقل. ما هي الشروط للاستفادة من هذه التكوينات؟ التكوينات اللي ذكرتها قبل قليل، من بينهم التصوير الفوتوغرافي، الحلاقة وغيرها من التكوينات. الشروط قد لا تتوفر ربما تلك النسبة أو ذلك المستوى التعليمي اللي يمكنهم من شهادات أخرى. هل هي شروط بسيطة؟ يعني ما هي أهم الشروط؟ هو بالنسبة للتكوينات أنا ذكرت فقط هذا الجديد، لكن لدينا التكوينات ثلاث أصناف تقدر تكون من التكوينات، يعني التكوين التحضيري القاعدي هذا هي تكوينات تبدأ من سنة الرابعة متوسط، يعني تاسعة أساسي، إلى الثالثة متوسط، فما فوق طبعا مقبول، وهي تكوينات متوجة بشهادة الدولة. الميزة تاعها أو يعني خاصية تاعها أنها تكوينات طويلة المدة، يعني سنة إلى سنتين، لأنه البي تي اس هذا يعني التكوين المهني البروفي تكنيسيان سوبريور، تكني سامي، هذا يعني مستوى يعني هذه الشهادة اللي يتم التحصل عليها طبعا، هذا يعني كأعلى شهادة، كأعلى شهادة يعني مستوى جامعي. هذه طبعا نطلبوا من الانسان اللي يسجل يكون عنده مستوى، لانه ما يقدرش يتابع الدروس كما قلت لك سنه ثالثه ثانوي، فما فوق مقبول، لكن هناك ما اقل يعني ربعه متوسط تاسعه اساسي، هذه متوجه بشهاده الدوله. الان فيه تخصصات اخرى تاهيليه معناها قصيره المده، عندنا تكوين تاع يوم مثلا في التجميل التجميل والمكياج، هذا كل تاع يوم واحد فقط، يعني اي واحده ما عندهاش مستوى تعرف فقط منها تقدر
تتكون في يوم وتتحصل على شهادة تأهيلها كمو شهادة دولة ولا حاجة، لكن تأهلها تعمل في صالون حلاقة ولا كذا. وفي تكوينات أخرى من 3 أشهر إلى 6 أشهر، هذه تكوينات ما تطلبش يعني المستوى من الآخر، لا مستوى بسيط، أو حتى يلقى في العروض التكوين أنه القراءة والكتابة، يحصل القراءة والكتابة يقدر يتعلم. يعني مثل كما قلت فيما سبق، هذه البستنة وتربية الحيوانات كل ما تطلبش مستوى حقيقة، دروس يعني تطبيقية وفيها الجانب النظري كذلك. كيف تتم طريقة التسجيل؟ كيف يتواصل المتربص مع المركز؟ قمنا بالتسهيل خاصة مع هذا يعني الحجر الصحي هذا، أكيد الآن ركزنا على أن الإنسان يبقى طبعا في بيته وما يكونش هذه العناء التنقل إلى الملحقة الجهوية باش يقوم بالتسجيل وهذه الإجراءات. لا يا أخي الكريم، وهذه الملاحق الجهوية منتشرة عبر الولايات، منتشر بالنسبة للملحق حتى الأنسى. الملحق لدينا كما قلت 9 ملحقات جهوية، يعني ديزانكسو ريجونال، هذوما موجودين في الولايات التالية: في الجزائر العاصمة في شارع حسيبة بن بوعليب، لدينا في عنابة، في قسنطينة، في سطيف، في تيزي وزو، في شلف، وهران، بشار، وورقلة. ولكن كل هذه يعني الولاية، أعطيك مثلا الجزائر العاصمة تابعة إليها الولايات المجاورة، يعني تابعة إليها المدية، البليدة، تيبازا، والجلفة، هذو تابعين الجزائر العاصمة. نفس الشيء بالنسبة لتيزي وزو تابعين إليها 2 أو 3 إلى آخره، حتى غطينا كل التراب الوطني هكذا. يعني كل الناس في التراب الوطني الحبيب بإمكانهم يعني الاستفادة من التكوين. الآن بالنسبة للتسجيل، فيما سبق كان يطلب منه أنه يمشي إلى الملحقة الجهوية ويقوم بالتسجيل، الآن لا، باستطاعته الولوج إلى الموقع وهو www.knabde.edu، هذا هو أعيد www.knabde.edu.dz، هذا الموقع يجد مباشرة الاستمارة، استمارة التسجيل وبها الخطوات، يعني يقوم باتباع الخطوات تسجيل عاد، يعني كما يملأ أي استمارة أخرى يحتاجها في يعني تسجيلات أخرى. والملف يمكن كذلك يقوم بتصويره، سكاني للدوسي، يبعث لنا هذا ويتحصل على الدروس على الإيميل تاعه. وبالتالي نحن نركز المشاهد الكريم وأخي الكريم وأختي الكريمة، عندما تقوموا بالتسجيل في المركز عليكم بتثبيت يعني كتابة الإيميل، يعني بريد إلكتروني يكون صحيح حتى نقوم بإرسال الدروس. يعني هذه الطريقة سهلة، الآن يسجل ويتحصل على الدروس، وحتى التقييمات يتحصل عليها عن طريق البريد الإلكتروني. نعم. هناك أيضا عروض تكوينية يقترحها المركز على المؤسسات في إطار التكوين المتواصل، بالضبط. ماذا عن هذه العروض؟ بالضبط، احنا كذلك فيه ميزة أخرى، نقوم أننا نكون الأشخاص والأفراد والعاملين والموظفين التابعين للمؤسسات والشركات والإدارات إلى غير ذلك، حتى أنه مثلا رب العمل عنده مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأفراد يريدون التكوين، لكن باش ما يسرحهمش من المناصب تاعهم، ومثلا السكرتارية إلى غير ذلك، حنا نقوم ونقدر نتوجه إليهم، نقدروا نتنقلوا إليهم ونقدموا لهم التكوين المناسب في إطار عقود، عقد يعني كما يقولوا شراكة، ننظموه مع أي مؤسسة في أي تخصص، حتى لو كان تخصص غير موجود عندنا، حنا نقوم كما حسب الطلب، يعني على دوموند ولا على كارت، نقوم بتنظيم وبتصميم التكوين المناسب لهذه المؤسسة وللشريحة المطلوبة، للعمال والموظفين المطلوبين. وطبعا تحصلون على شهادة وفيه امتحان. هناك إقبال من طرف الشركات على هذا النوع من التكوين؟ الحمد لله، الحمد لله. احنا نقوم في أي مجال؟ في مجال السكرتارية كما قلت مثلا، السكرتارية في مجال كذلك، احنا نقوم بتنظيم أيام إعلامية وبتنظيم هذه الأيام الدراسية، تطلبها كذلك هذه المؤسسات، أيام دراسية تاع 3 أيام كذا، في أي موضوع جديد مثلا قانون المالية، مثلا المنازعات الإدارية، مثلا في كل ما هو يتعلق بالإدارة أو بكذا، نقوم جيغيلو ستخاس، هذا مثلا التخصص يعني مطلوب، نقوم بأي موضوع بتنظيم هذه الأخر أيام دراسية، 2 أو 3 أيامات للمؤسسات لصالح الأفراد، حتى نأهلهم حتى في إطار الرسالة، حتى في إطار الرسالة بالضبط. نعم. طيب كيف يتم التواصل مع المركز، خاصة أنه الآن فيه كما أشرنا عدة منصات رقمية للتواصل وأيضا للتعرف على كل هذه التخصصات الجديدة اللي يقدمها المركز للشباب؟ نعم،
الآن الشبكات الاجتماعية طبعا معروفة وعندها الآن السيطة كبير جدا. الفيسبوك مثلا الآن عندنا صفحة الفيسبوك، ويعني أنا شخصيا نقوم بالرد على الأسئلة، ويعذروني بعض الأشخاص لساعات ما نقدرش نوفي كل يعني كثير من الأسئلة بارك الله فيهم، نحاول بقدر الإمكان نرد، ولكن أتفاعل معهم بكل جدية بكل يعني بكل حب كذا منا. إذن في الفيسبوك عندنا كذلك تويتر والإنستغرام هذو كل، والموقع الرسمي. أنا أنصح كل إنسان يريد التعرف على المركز يعني يدخل إلى الموقع الرسمي اللي ذكرته، يجد كل المعلومات كل البيانات الخاصة بالتكوينات وحتى التي لم أذكرها، هي أكثر تقريبا 40 تخصص في مختلف الميادين، ميدان سمعي البصري، ميدان السياحة، ميدان الزراعة، يعني هي ما شاء الله مفتوحة يعني تلبي رغبات متنوعة على الأشخاص في كل ميادين، فيتقربوا إلينا عبر هذا الأخر. وكذلك الاتصال بنا عندنا أرقام تاع الهاتف نجاوبهم إن شاء الله ونكونوا عند حسن الظن بإذن الله تعالى. طيب احنا تحدثنا عن طريق التسجيل وتحدثنا أيضا عن قيمة الشهادة الممنوحة، نتحدث الآن عن أصحاب الحرف والصناعات التقليدية. أكيد هذا القطاع عنده علاقة كبيرة بهذا النوع من النمط التكويني عن بعد، أنه هؤلاء أصحاب الحرف يحتاجوا فعلا للشهادة من أجل الاستفادة من مختلف الامتيازات مثل بطاقة الحرفي. كيف يتم التعامل مع هؤلاء، خاصة تلك الحرف في الصحراء، في الدول، في عفوا في الولايات الداخلية، في الحرف اللي هي خاصة بالجزائر واللي نعمل دائما على المحافظة عليها؟ حتى أكون يعني صادق معك، فإن المركز هو الحقيقة ما يتوجهش بصفة معينة وبصفة خاصة بكل ما هو حرفي، يعني بكل الصناعات التقليدية كل هذا احنا لما يش من الميدان تاعنا، فيه مؤسسات خاصة هذه يعني مؤسسات تكوينية معها التكوين خاصة بكل بهذا الحرف يعني، ويجدوا فيه ما لا يجدونه عندنا الحقيقة، لأن نحن كما قلت لك في تكوينات عن بعد وكل، أما هذه التقليدية والحرفية تحتاج إلى ممارسة فقط يعني تطبيق فقط، فيها معاهد خاصة لهذا الأمر، وبالتالي موش الجانب تاعنا. لكن احنا نقدموا كل تكوين كما قلت لك في هذه الزراعة والتحويل البلاستيك، ولا هذا فيه تخصصات هي موجودة في العروض تاعنا كثيرة، لتأهل المتربص يتحصل على قرض من هذوما وكالات الدعم هذه. طيب. لازم له يقوم يخرج من عندنا من مركز التكوين والتعليم المهني عن بعد كنابدي، يعمل هذا التكوين حتى يتحصل على القرض، وبالتالي ممتاز. لازم له هذا الشيء يعني لازم نقول لكافة الشباب والشابات التكوين هو مفتاح للحصول على القروض، يعني إذا كان ما عندكش تكوين وهنا تبرز أهمية هذا الشهادة كيف تحصل على قرض. وهنا ما يكونش هناك مجال أي شخص يقول والله ما عندي وقت الآن باش نتكون كذا، ها فيه تكوين عن بعد يا أخي تكون تحصل منه. وحتى بالنسبة للتجمعات أنه فيه التكوينات هذه وتحتاج إلى تجمع بيداغوجي، لأن الإنسان قاعد وحده يقرأ أكيد أنه يتحصل أو يتلاقى يعني عراقيل وكذا في بعض أشياء مبهمة في الدروس تاعه، هذا أكيد هنا فيه تجمع بيداغوجي هما 3 تجمعات في السنة. طيب. يعني قليل جدا حقيقة. هذا التجمع هي فرصة للشخص المتربص أو المتربصة يجي عندنا المركز القريب، احنا نبعثوا له المركز القريب الحي السكن تاعو، يجي يكون لقاء مع الأستاذ، هذاك أول لقاء مع الأستاذ باش يكون في قسم كذا منا ويسأل يطرح، قال أنا يا أستاذ والله في المحاسبة ما فهمتش الشيء الفلاني، يعطي له الجواب، يعني هذه فرصة هذه، فهذا نأكد عليه. نعم سيد أيد صديق. طيب هنا لو نتحدث عن الشباب اللي يتوجهوا نحو هذا التكوين في هذا الدخول الجديد في هذا الموسم الجديد، ما هي التخصصات اللي يتوجهوا لها هذا الشباب، وهل يتم مرافقتهم في اختيار التخصصات بناء طبعا على القدرات العلمية والمؤهلات العلمية، وأيضا بناء على التخصصات المطلوبة في السوق في سوق الشغل؟ كل لدينا عون استقبال على مستوى كل هذا الملحقات الجهوية، الحقيقة هذا العون استقبال هو أهلناه باش يكون يعني عنده كل المعلومات يوجه بها الأشخاص، خطر كثير ما لاحظنا حتى كي نديروا هكا بعض المراقبة الفجائية كذا منا نشوفوا بأن الأشخاص يجيوا والله أنا يعني ما عندوش اختيار معين، حب يتكون، قال والله أنا حبيت نتكون لكن دلوني وجهوني كيفاش نعمل، نقوموا
نتكلموا معه، تكلم معه المنسقة هذه، تقول له مثلا كيفاش، وش خصك، وش تحب، وش الميولات تاعك أكثر، مش المستوى تاعك كذا، وتوجهه لا يليق لك أنت كذا، ربما كذا، أنت كذا منه، حتى يقتنع ويتحصل يعني ويسجل. هذا الدور تاعنا أكيد، دور تاع التوجيه هذا هو يعني نقوم به. السؤال الثاني قلت لك من فضلك، التوجيه والمرافقة طبعا المرافقة. وما هي أهم التخصصات اللي تستقطب مطلوبة. اليوم المطلوبة تستقطب مطلوبة. الشباب كثير لاحظنا ان التخصصات المطلوبه مثل تسير الموارد البشريه، جي ار اش تسير الموارد البشريه، وصحيح لان في كل المؤسسات في كل الادارات يعني لازم فيها تسير الموارد البشريه، فهو فيه اقبال كبير تسير الموارد البشريه. كذلك فيه بالنسبه للنساء كما قلت كذي مربيه اطفال او ايدوكاتريس انها تقدر تحل لاكراش وكامل هذا روضه الاطفال وكل هذه، فيه كذلك اقبال عليه. وتخصص اخرى في السمعي البصري، اننا كذلك عندنا في اطار شراكة بارتنارية مع المركز الدولي للصحافة تخصصات في مذيعة كهكذا طيب. مثلا في ملحق صحفي وإلى غير ذلك. نعم. عندنا في الأخير نذكروا بالموقع الإلكتروني للتواصل. نعم. مع المركز، ونداء قصير هكذا للشباب حتى يستفيدوا من كل هذه التخصصات والمزايا. طيب للمركز. شكرا. إذن أذكر مرة أخرى بالموقع، هو www.knapdi.edu.dz، هذا الموقع تجدونه. بالنسبة للكلمة الأخيرة، الآن ما فيش مجال باش الإنسان يقول ما عنديش وقت للدراسة، لا الآن ما عندك حتى يعني حجة باش تقول كذا. التكوين راه عن بعد يوفر لك هذه الميزة، يوفر لك هذا خاصة أن التسجيلات لدينا مفتوحة على مدار السنة. نعم. يعني ما عندناش حنا فترة معينة بالنسبة للتسجيل، مفتوحة على مدار السنة، ما فيش مسابقة، ما فيش تحديد للسن، يعني مرحبا يعني بكل الأشخاص. كل المزايا على كل متوفرة. على ذكر كذلك بالنسبة للامتحانات المهنية، انتهى الوقت باختصار فقط، انتهى الوقت. نظن أن الرسالة وصلت. كفيت ووفيت سيد جبل أيد صديق المتلف بالإعلام والاتصال بالمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا تمام 9 بتوقيت الجزائر، موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 9 موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، وفي النشاط البرلماني، يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم بعقد جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع نتصل مباشرة بالزميل زكريا مهوبي. زكريا، هل يمكن لك أن تطلعنا عن تفاصيل جلسة اليوم؟ نعم، جلسة اليوم هي جلسة علنية يقدم خلالها وزير العدل حافظ الأختام مشروع الوقاية من جرائم الاختطاف، اختطاف الأشخاص، هذا القانون الذي تم سنه لحد من هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار. قانون يحمل في طياته شقين، شق ردعي وشق وقائي، يرتكز على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الاختطاف. وفي تدابيره، في مجمل تدابيره، هذا القانون ينص على تقريبا الطابع الجنائي لجرائم الاختطاف، حيث أن القائمين بهذه الأعمال سوف يواجهون أحكاما مشددة يعني تصل إلى المؤبد دون الاستفادة من إجراءات التخفيف وغيرها من الإجراءات التي عادة ما يستفيد منها المحبوسون. هذا القانون سيطرحه وزير العدل وسيتم مناقشته اليوم. أي تفاصيل عن مضامين أخرى لهذا القانون سنوفيكم بها في مواعيدنا اللاحقة. شكرا لك زكريا، كنت معنا على المباشر. يشرف اليوم وزير الطاقة عبد المجيد عطار على افتتاح الاجتماع الوزاري 22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز عن طريق تقنية التحضر المرئي عن بعد. وينعقد الاجتماع في سياق دولي متميز بتأثيرات الجائحة على الطلب العالمي للغاز وأسعاره التي شهدت انخفاضات غير مسبوقة، وفي إطار متابعة تطوير السلسلة الغازية. وخلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح المائدة الوزارية
المستديرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أكد وزير الطاقة أنه سيتم استثمار أكثر من 20 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة. تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة مساء أمس على ولاية جلما في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف وتعطيل حركة المرور عبر مختلف شوارع عاصمة الولاية وبعض البلديات الأخرى من دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما شهدت أغلب شوارع المدينة ارتفاعا كبيرا في مستوى المياه خاصة بوسط المدينة والمخرج الشرقي لها، متسببة في توقف حركة المرور إضافة إلى تسرب المياه إلى بعض المحلات. ولمزيد من التفاصيل نتصل مباشرة عبر الهاتف من جلما بالمكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية جلما. سيدي، هل انحصر منسوب المياه وما هو حجم الأضرار التي سببتها هذه الأمطار الرعدية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعد الله صباحكم بكل خير ولجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري. بالنسبة للأمطار الرعدية التي شهدتها ولاية جلما أمسية أمس، حيث بلغت من الساعة 5 مساء إلى غاية 6:26 مساء بلغت 40.4 ملم، هذه كمية كبيرة في يعني نظرا للوقت الوجيز الذي تساقط فيه. بالنسبة لتدخلات مصالح الحماية المدنية في هذا المجال، سجلت على مستوى بلدية جلما قمنا بتدخل لامتصاص مياه الأمطار ب 15 منزل وثلاث مداخل للعمارات، 5 مؤسسات عمومية، بالإضافة إلى سقوط جدار كما تفضلتم، مؤسسة مديرية شؤون دينية لم يخلف أي خسائر بشرية، إضافة إلى 3 محلات تجارية وانسداد البلوعات بطبيعة الحال نظرا إلى القمامة التي تجمعت عليها. تم تلبية النجدات والتدخل على مستوى بلدية جلما. بالنسبة لبلدية بوحشانة، أين تسبب التساقط الكثيف للبرد بعرقلة حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين جلما وسوق هراس لمدة قصيرة، حيث قمنا بالوقوف على السير الحسن لعملية نزع البرد بواسطة جرافة إلى غاية نهاية العملية التي لم تدم طويلا، بالإضافة إلى عملية تعرق واستطلاع للتأكد من سلامة المواطنين. بالنسبة لبلدية بوشقوف، هذه البلدية الأخيرة، سجلت انسداد جزئي، يعني غلق جزئي للطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق هراس في جزئي المار بولاية جلما، حيث قام أفراد الحماية المدنية بامتصاص المياه وإزالة الأوحال من على الطريق، بالإضافة إلى تسرب بعض يعني المياه لبعض المنازل فقط. واليوم إن شاء الله تعكف السلطات على مستوى ولاية جلما على نزع مخلفات الأمطار ولم نسجل أي خسائر بشرية والحمد لله. سيدي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، تم تسجيل 811 إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة مرتفعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 64,257 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 42,980 من بينهم 354 حالة تماثلت أمس للشفاء. كما سجلت أمس 16 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 2093 وفاة رحمهم الله. دوليا وفي الشأن الليبي، أعلنت الأمم المتحدة أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الجاري في تونس اتفقوا على خريطة طريق تمهيدية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية في غضون 18 شهرا بعد إحراز تقدم دبلوماسي في الفترة الأخيرة. ويجتمع منذ الاثنين الماضي بتونس أكثر من 70 شخصية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية برعاية الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من دائرة النزاعات التي تعاني منها منذ العام 2011.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس عن توقيع بلاده لاتفاق مع روسيا لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم كارباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب تشكيل قوة حفظ سلام مشتركة. المركز الذي سيكون ضمن الأراضي الأذربيجانية تتمثل مهمته في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، فيما سيتم تأمين عودة المهاجرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. وفي ملف فيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات في العالم إلى نحو 1,300,000 حالة وفاة في الوقت الذي تتسابق فيه دول أوروبية ومخابر عالمية حول اللقاح، ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن من استخدامه مع بداية سنة 2021، وذلك بطلبه 300 مليون جرعة، فيما تعكف الولايات المتحدة الأمريكية على توفير 100,000 جرعة من المصل قبل نهاية السنة الجارية، وهي التي سجلت أزيد من 200,000 إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية. في كرة القدم، وتحسبا لتصفية كأس إفريقيا للأمم المقررة بالكاميرون 2021، يواجه المنتخب الوطني الجزائري اليوم المنتخب الزيمبابوي بملعب 5 جويلية، وهذا ابتداء من الساعة 8 مساء. وقد أنهى عشية أمس المنتخب الوطني تدريباته تحسبا لهذه المباراة، وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني بأربع نقاط، ثم بوتسوانا بنقطة واحدة، أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية. مشاهدينا، ختام الموجز، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. أيها المواطنين، هذا الأمر خطير جدا في الجزائر، ولذا لابد باش ناخذوا كل الاحتياطات والنصائح اللي عطاوهنا وزارة الصحة أو المنظمة العالمية للصحة. أولا الوقاية، لأن بعض الشريحة من المجتمع لا مازال ما يمنوش بلي هذا الوباء موجود والفيروس موجود، لهذا وجه نصيحة من ذهب ورسالة إلى هذا المواطنين باش يتجنبوا هذا الوباء من طرف التوعية، ألا وهي الكمامة الضرورية في أسواق ولا في أي مكان. ثانيا احترام المسافة المدعو عنها من طرف المنظمة العالمية للصحة، ألا وهي متر ونص ولا زوج مترات. غسل اليدين وكذلك سيلفو، استعملوا لاسوليسيون هيدروالكوليك برا، لان هذا الفيروس خطير. عندنا ديكا بوزيتيف اليوم كل نهار يزيدوا، ولذا نطلب الحيطه والحذر لهذا المواطنين والانضباط الكل حتى نخرج من هذا الوباء وتعود المياه الى مجاريها الطبيعيه. وشكرا. القضاء على فيروس كورونا هو مهمة الجميع، فلنتجند إذن جميعا من أجل القضاء على هذا الوباء باحترام التعليمات والإجراءات الصحية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى الساعة الثانية من عمر هذا المباشر، هذا الصباح وضيف الصباح.
التسيير المدمج للنفايات الصحية مجال خصب للاستثمار، ولكن باحترام المعايير التقنية والصحية حسب المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال. ومع ارتفاع كمية النفايات الصحية مؤخرا، خاصة المتعلقة بوسائل الوقاية من فيروس كوفيد-19، جهود كبيرة للتحكم في هذه النفايات بالطرق العلمية الصحيحة وبدمجها ضمن البرنامج الشامل لتسيير النفايات. أرحب بالسيدة بارسا فاطمة الزهراء، مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات. أهلا وسهلا بك سيدتي. شكرا وصباحك أسعد. بداية سيدتي، نتحدث عن مجال التسيير المدمج للنفايات، كيف نعرف هذا الميدان؟ ما هو التسيير المدمج للنفايات؟ شكرا. التسيير المدمج للنفايات هو التسيير العقلاني لجميع النفايات في مختلف مراحلها. وكي نهضروا نقولوا مختلف مراحلها، هذا يبدا من النقطه الاولى حتى نقطه النهايه. النقطه الاولى اللي تتمثل في انتاج النفايات، والنقطه النهائيه التي هي معالجه النفايات. دونك من كما يقول لك من نقطه البدايه الى نقطه النهايه عندنا عده مراحل في تسيير النفايات. المرحله الاولى اللي فيها انتاج النفايات، سواء كان في المنازل أو في المستشفيات أو في المناطق الصناعية أو أخرى، لازم تكون عندنا صديق. دونك المرحلة الأولى هي إنتاج النفايات. المرحلة الثانية هي أن نقوم بلو كونديسيونمون، سادير لا بري كولكت، أنه نقوم بوضع هذه النفايات في المناطق وفي لي مويا نيسيسار، في الحاويات اللازمة. وبعد هذه المرحلة يوجد عندنا مرحلة رفع النفايات ونقلها. كي نقولوا رفع هذه النفايات ونقلها، وبالتالي كاين هنا ثاني وسائل لازمة من الناحية اللوجستيكية ولا من ناحية الموارد البشرية. واخيرا كي نهضروا على المعالجه، هنا المعالجه على حسب النفايه، اما كانت خطيره او غير خطيره. النفايات الصحية اللي تضاعفت في الفترة الأخيرة وأصبحت تحتاج ربما لطرق خاصة من أجل تفادي عدوى فيروس كورونا، خاصة المتعلقة بمصالح كوفيد-19 بالمستشفيات، وأيضا النفايات اللي خلفها المواطنون من أقنعة واقية وغيرها من أدوات ووسائل الوقاية من فيروس كورونا. حقيقة أن كمية النفايات الاستشفائية تزايدت، وهذا على حسب صديق الشهور، على مدى الشهور. وهذا التزايد كما يقول لك راهو إلي تخيبيتير أو نومبر دو باسيون هكذا. ولكن ما ننساوش أنه هذه النفايات الاستشفائية اللي هما نفايات خاصة، وكاين منهم نفايات خاصة خطيرة، رو قام المشرع الجزائري وقامت وزارة الصحة ووزارة البيئة بنص عدة قوانين ومرسومات تنفيذية. عندنا القانون الأساسي هو القانون 0119 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. هذا المرسوم الأساسي اللي عليه قمنا بنص عدة مراسيم تنفيذية يسمح لنا أنه من جهة يعرف النفايات أولا ويصنفها، وبالتالي هنا اللي تم تصنيف النفايات على حسب ثلاث أصناف. وهذا التصنيف كيفاش قاموا به؟ قمنا به على حسب المسؤولية ولا حسب درجة الخطرة. الخطورة عفوا، درجة الخطورة هنا نقولوا بلي كاين نفايات غير خطيرة ونفايات خطيرة. وبالتالي عندنا النفايات الغير خطيرة اللي هي النفايات المنزلية والنفايات الهامدة، والنفايات الخطيرة هي النفايات الاستشفائية أو الصناعية أو نفايات أخرى. كي نهضروا على المسؤولية، سيتادير هنا أن القانون 0119 نص وعنده على أساس مبدأ انه هو لو بوليور بير، سيتادير هنايا الملوث يدفع. وبالتالي هنا كي نقولوا على النفايات الصناعيه ولا النفايات الاستشفائيه، هنا كاين انه كما يقول لك لازم ناخذوا بعين الاعتبار النفايات اللي ننتجوهم، وناخذ سواء ناخذ كما يقول لك على عاتقنا مرحله معالجه النفايات هذه، ولا
ناخذوا المسؤولين اللي يقدرون ولا مؤسسات اللي تقدر تساعد وتاخذ هذا النفايه، وكما يقول لك تقوم برفعها ولا ازالتها بطريقه سليمه. نعم. وبالتالي نعود نهضروا على النفايات الاستشفائية. ثاني كما يقول لك المشرع الجزائري قام بنص مرسوم تنفيذي اللي هو 03478، وهذا المرسوم التنفيذي ينص على كيفية يمد إجراءات تسيير النفايات وفي مختلف مراحلها كما هضرت عليها في بداية الحصة. يمد ثاني بعض خصائص التسيير في كل مرحلة، يقول لك هنايا أنه في مرحلة ما قبل الجمع اللي هي لابخيكولات كاين طيب. عدة حاويات. نعم تبقي معي فقط سيدة بارسا، أعود إليك بعد قليل. ننتقل الآن إلى المجلس الشعبي الوطني الذي استأنف أشغاله اليوم في جلسة علنية لتقديم مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، اختطاف الأشخاص ومكافحتها. معنا إذن على المباشر من المجلس الشعبي الوطني الزميل زكريا مهوبي. زكريا، ضعنا في صورة استئناف الأشغال اليوم بمقر المجلس. يبدو أنه في خلل في الصوت. طيب سوف نعود بعد قليل للزميل زكريا مهوبي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. وصل معك سيدة بارسا. إذن النفايات الصحية هي مصنفة ضمن النفايات الخطرة. نعم. كيف يتم التعامل معها في هذه الفترة الوبائية؟ دونك نشوفوا النفايات الاستشفائية من هذه النفايات مصنفة إلى ثلاث. عندنا النفايات المعدية، عندنا النفايات الجسدية تاع الأعضاء الجسدية، وعندنا النفايات السامة. وش لاحظنا؟ لوحظ أنه النفايات المعدية هي اللي تم إنتاجها صدق une forte production pendant cette période de pandémie. وبالتالي يوجب على المؤسسات الاستشفائية وديجا راهم يقوموا بهذا العمل أنهم يقوموا بالفرز الانتقائي من المصدر باش ينقصوا صدق ينقصوا العيب ليفور على لي زونيتي دو تريتمون. كي نقوموا بهذا الفرز الانتقائي انه نحطوا كل نفايه في المكان المخصص، وكاين رمز كما يقول لك كود كولور لكل نوع من النفايات. الا خذينا النفايه المعديه، هنا كاين اللون الاصفر اللي راهو مسخر لهذا النوع من النفايه. اللون من جهة وطبيعة الحاويات ما قبل الجمع من جهة أخرى لتكون عازلة للعدوى بطبيعة الحال. دونك هنا ثانيا كي نهضروا على كما يقول لك لي مويان دو بخي كوليكت، عندنا بليزيور تيب. عندنا من جهة الحاويات البلاستيكية واللي النفايات بور لي كوبون ترونشون لجميع النفايات اللي قادر تكون جارحة، منها باغ اكزومبل لي زيغوي ولا كما يقول لك نفايات أخرى. دونك هنا باش نتفاداو أنه الممرض أو الطبيب يكون صادير في لور دو سا مانيبيلاسيون و لور دو سا كونسلتاسيون دو باسيون انه ما يجرحش روحو كي يرمي هذيك النفايه. وهذه النفايات تغلق صافدير اون فان جورني ولا كي تتعمر نقدروا نغلقوها وما نقدروش نعاودوا نفتحوها باغ لا سويت. بور لي زوتر ديشي النفايات الماديه عندنا لازم تكون اكياس، و سي اكياس خاصه انه السمك تاعها يكون بين 0.1 و 0.2 على حسب المعايير الدوليه. وتكون دائما تكون عندها نفس لو كود كولور. طيب استسمح فقط اعود فقط الى مقر المجلس الشعبي الوطني وزميل زكريا مهوبي. زكريا بدك يكون معك كاميرامان. زكريا نحن على المباشر، ضعنا فقط في صورة الحدث. أذكر أن المجلس الشعبي الوطني استأنف أشغاله في جلسة علنية لتقديم مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. إليك زكريا. نعم فايزة، سيستأنف خلال لحظات من الآن المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يطرح خلالها ممثل الحكومة وزير العدل الحافظ الأختام الطيب زغماتي بلقاسم زغماتي مشروع قانون
المتعلق بمكافحة جرائم الاختطاف، ولأن القانون دائما يتدخل لمعالجة الظواهر المنتشرة في المجتمع. هذا القانون يحمل يرتكز في تركيبته على شقين اثنين، هما شق ردعي وشق وقائي. الشق الوقائي يرتكز على تأسيس استراتيجية وطنية لمحاربة جرائم الاختطاف، يشترك فيها الجميع من الأسرة إلى المؤسسات التربوية إلى المجتمع المدني. أما فيما يتعلق بالشق الردعي فهي طبعا طبيعة التدابير المعطاة لجرائم الاختطاف في هذا النص القانوني تشير إلى أنها جرائم ذات طابع جنائي، حيث أن الأحكام لا تقل عن 10 سنوات وتصل إلى المؤبد في حالات الاختطاف المتعلقة التي تصل إلى الوفاة، وكذلك جرائم اختطاف الأطفال. ننتظر بعد لحظات وصول وزير العدل لطرح هذا القانون الذي سيتبع مباشرة بمناقشة من قبل النواب، وسيكون رد حسب البرنامج رد وزير العدل أمسية هذا اليوم. نعم زكريا ميهوبي، أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل، وأكيد المزيد يأتينا في نشراتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لك، كنت معي من مقر المجلس الشعبي الوطنية. أعود إليك سيدة بارسا، وعن موضوع تسيير النفايات الصحية، تحدثنا عن الخطورة، خطورة هذه النفايات، عن توفير الشروط الضرورية للتعامل معها، تكوين الإطار المتخصص في جمع هذه النفايات من أجل تفادي الخطورة، خاصة خطورة نقل عدوى كورونا، لأنه نتحدث بالخصوص على نفايات اللي خلفها هذا الوباء. تكوين الإطار، وإلى أين توجه هذه النفايات الاستشفائية بعد ما يتم جمعها من مختلف المؤسسات والمستشفيات؟ أكيد أنه يوجب على المؤسسات رفع، أو ممكن تكون عندنا المؤسسة الاستشفائية هي اللي عندها عمال يقوموا بهذه العملية، يكونوا يعرفوا لي ريسك سانيتير لي ا سو تيب دو ديشي، دونك يكونوا يعرفوا الأخطار الناتجة عن هذه النفايات، وبالتالي لازم يعرفوا كيفاش يتعاملوا معها، وبالتالي كاينين دورات تكوينية في هذا الإطار. هذه من جهة، وهذه كيكون العمال تابعين لمؤسسة الاستشفائية. من جهة أخرى يوجد مؤسسات مؤسسات خواص مختصة لعملية الجمع، طيب الجمع فقط. وفي هذا الإطار كاين قامت وزارة البيئة على ديليفري 53 أغريمان لهذه الأوبيراتور. طيب بعد ما يتم جمع هذه النفايات إلى أين توجه؟ توجه إلى مراكز المعالجة. هذه المراكز المعالجة كاين 13 على المستوى الوطني، مؤسسات خاصة. كما يوجد دي زونيتي دو تريتمون إن سيتو داخل المؤسسات الاستشفائية. المؤسسات الاستشفائية اللي ما تكونش عندها هذه الوسائل، دونك تقدر تشوف مع المؤسسة الخاصة وتوجه لها النفايات تاعها من أجل معالجة. هنا لمعالجة النفايات الاستشفائية عندنا طريقتين، طريقة الترميد في درجة أكثر من 800 درجة مئوية، وكاين لبناليزاسيون. هاد لبناليزاسيون تاني صدير سيتان بروسيدي تيرميك، وين تكون درجة الحرارة أكثر من 100 درجة مئوية، ويقوم يسمح هذا الجهاز بتعقيم النفايات الاستشفائية والنفايات المعدية خاصة. نعم. لأنه لا يلائم للنفايات السامة. نعم سيدة برسا، مجال رسكلة النفايات وإعادة إدماجها هو أصبح اليوم مجال خصب للاستثمار، هل هذا المجال النفايات الصحية مفتوح أيضا للاستثمار؟ كيف يتم استغلال هذه النفايات بعد معالجتها بالطرق العلمية والصحية الصحيحة والمعمول بها على المستوى الدولي؟ لازم نعرفوا باللي هذه النفايات بعد معالجتها لا تمثل خطورة، خاصة بالنسبة للتكنيك دو باناليزاسيون.
بالتالي هذه النفايات اللي تمت معالجتهم بواسطة التطهير يمكن بعثها إلى إلى مركز الردم التقني للنفايات المنزلية اللي هو صنف 2. هذه من جهة. من جهة أخرى بالنسبة لنفايات الترميد، هنا لازم نقوم بتحاليل للنفايات الناتجة عن الترميد، وبالتالي إلى شفنا بلي هذه النفايات فيها سبيسيو دانجورو وعن فيهم توكسيسيتي صديقة مثل الزئبق أو نفايات أخرى، بالتالي هذا النفايات ما نقدروش نوضعهم في مراكز الردم التقني للنفايات من صنف 2، وهنايا سواء نقوم صديقة بتخزينهم في مؤسسات ولا صديقة أون بو لي زينيرتي، صديقة نقوم ب صديقة يا أن بروسيدي تكنيك كوم كوا إل فودغي نقص صديقة لي روندر إينيرت، نرجعهم هامدين. يعني يتم إزالتهم. وبالنسبه للشطر الثاني للسؤال، انه في عمليه في استدعاء مجال الاستثمار في الرسكله او في 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 استرجاع النفايات، هنايا لازم نعرفوا باللي هذوك 13 مؤسسه خاصه اللي موجودين على المستوى الوطني عندهم سعه تساوي 47 ألف طن سنويا، وحنا كي نشوفوا باللي الكميات المنتجه للنفايات الاستشفائيه هي تتراوح بين 30 و 40. ثاني في ظل هذه الجائحة الكوفيد شفنا بلي كاين تزايد في كمية النفايات. إذا نشوفوا الأرقام اللي قامت وزارة البيئة والوزارة البيئة كلفت الوكالة الوطنية للنفايات بإنشاء نظام معلومات اللي نقدروا نهضروا عليه في يوم آخر، هذا النظام يسمح لنا أنه نقدموا مؤشرات. كي نشوفوا بلي الكميات المنتجة والمعالجة والتزايد تاعها اللي كان في الفترة الأولى لفترة الكوفيد اللي تتراوح بين شهر مارس وشهر جوان، هنا نقدر نقوله باللي كمية النفايات تزايدت بين 25% و 30%. وكي نشوفوا بلي هذا التزايد نقولوا بلي مام إذا كانت النفايات بين 30% 30 ألف ولا 40 ألف طن سنويا، حتى التزايد تاعها 30% تقدر تاخذوا على عاتقها هذه المؤسسات الخاصة، لأن السعة الإجمالية هي 47 ألف طن سنويا، ولكن لازم نعرفوا أنه هذا 47 هذا السعة تاع 47 ألف عندما تكون هذه المؤسسات الخاصة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وبالتالي إحنا على بالنا باللي ما كاش مؤسسة الآن أنها تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، هذا ما يسمح الاستثمار في هذا المجال، وخاصة تاني عندنا النفايات الأخرى اللي هي النفايات السامة. في هذا المجال ثاني كما يقول لك الاستثمار راه مفتوح، وما عندناش غير النفايات الاستشفائيه، كاين نفايات اخرى واللي هي نفايات خاصه ونقدروا نتحدثوا يعني. طيب نروح للشق الثاني الا وهو النفايات الصحيه اللي خلفوها الافراد الان المواطنين من اقنعه واقيه وحتى من قفازات ومن مختلف ربما النفايات المتعلقه بجائحه كورونا اللي خلفها هذا الوضع الصحي الاستثنائي، التعامل مع هذه النفايات هل تروح الى مراكز الردم كغيرها من النفايات المنزليه، كيف يتعامل معها المختصون؟ صحيح انه هذه النفايات راهي موجوده في النفايات المنزليه، هذه النفايات ما كانتش كاينه من قبل وما كانش عندها مسار ولا مسلك خاص، وبالتالي في هذه كي جاتنا جائحه الكوفيد واش قمنا ب تكثيف الحملات التحسيسيه، تحسيس المواطن باش يحط هذه الوسائل الوقائيه في كيس خاص ويخليه 48 ساعة بين 24 ساعة ولا 48 ساعة في البيت تاعو حتى وين تروح درجة الخطورة، صافي دير لو فيروس هذاك ما تكونش عنده خطورة على عمال النظافة، وبالتالي يقدر باغ لا سويت يحطه في المكان المخصص ولا يحطه مع النفايات الأخرى المنزلية اللي راهو ينتجها ويغلق الكيس بإحكام ويوضعه في المكان. هنا حملات التوعية مهمة جدا في طرق التخلص من هذه النفايات. أكيد لازم قد ما نكثفوا
يكثفوا الحملات التحسيسيه ونقولوا قليل، دونك لازم المواطن يكون واعي للخطوره تاعو. هذه من جهه، ولا هضرنا على الارقام هنايا c'est-à-dire ce qui prouve que les le type de déchets il a pris de l'ampleur انه من خلال الحملات التحسيسيه اللي الحملات التصنيف اللي قامت بها الوكاله الوطنيه للنفايات على مستوى الشواطئ هنايا استخرجنا باللي ولو كاينين الكمامات مع نفايات الشواطئ دونك avec les déchets marins c'est-à-dire d'après les résultats النتائج ظهرت لنا انه نصيبوا 19 كمامه في 100 متر مربع 19 كمامه تحتاج كلها الى احترام شروط التخلص منها. نتمنى تكون الرساله وصلت في هذا الاطار، واكيد سوف تكون لنا فرص اخرى للتفصيل اكثر في هذا الموضوع. سيده بارسا فاطمه الزهراء مديره التسيير المدمج للنفايات بالوكاله الوطنية للنفايات، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة. إذن مشاهدينا نواصل مع ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لتفادي فيروس كورونا الوجهة الآن التجار. هذه الحلقة المهمة لتطويق أو لتطويق الوباء في حال الالتزام بإجراءات الوقاية. الروبورتاج لبدر الدين عباسي. مع العودة التدريجية لحياة المواطنين الطبيعية واستئناف أصحاب الأنشطة التجارية مختلف أعمالهم، ضعفت مصالح الرقابة بالعاصمة من دورياتها حرصا على تطبيق البروتوكول الصحي. نلمس بعض النقائص الموجودة على مستوى المحلات والتي قد تضر بحماية المستهلك فيما يخص الوقاية من فيروس كوفيد 19. على سبيل المثال عدم تعقيم النقود من طرف التجار، وضع الكمامة يعني ليس في مكانها لغطاء الأنف والفم. مثلا نلاحظ دخول الأطفال أقل من 16، أيضا عدم احترام التباعد الاجتماعي ونلقاو الزبائن يعني بكثرة في مكان واحد. أصحاب المحال التجارية أكدوا من جانبهم على احترام تدابير المصالح الوصية رغم معاناتهم اليومية مع الزبائن. بلاش كل يوم نضربوا، كل يوم ما كاين ما يحبش ما يحبش يديرها، ما كاينش منها تمتم دوك ورانا نعاني. الناس ماهيش تحترم كما نقولوا احنا البوفات ديالهم، لاشين التور ماهوش يحترموا، قالوا لهم ما تخرجوش خرجوا غير كما نقولوا احنا حاجه تاع صلاح ولا، هم يخرجوا لنا ياخذ تقول الاداء. ومع هذه المشاهد بات احترام البروتوكول الصحي في ظل تعاظم خطر انتقال فيروس كورونا واجبا على الجميع للحفاظ على سلامه الارواح. مستمرون إذن دائما معكم، وصلنا الآن إلى جولتنا الثقافية الأسبوعية. الثقافة وأبرز ما ميز الساحة الثقافية الوطنية مع لاميا طالوت. صباح الخير لاميا. صباح الأنوار فايزة، صباح النور مشاهدينا. ونستهل أول محطة ثقافية بي إلى القصبة إلى العاصمة، حيث دشنت وزيرة الثقافة والفنون بحر هذا الأسبوع قلعة دار السلطان الذي كان معرضا للحرفيين مفتوحا للجمهور، أكيد مع احترام قواعد الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، وهذا بعد غلق دام 30 سنة من أجل الترميم. فإن قلعة الجزائر أو كما تسمى بدار السلطان تعد من أجمل معالم حي القصبة، والذي جرى تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني لمنظمة اليونسكو عام 92. نشاهد أكثر تفاصيل مع حنان بوريو. بدت القلعة بأمر من بربروس سنة 1516 لتكتسب الأهمية بعدما حول مقر الحكم من دار الجنينة بطلب من الداي علي خوجة العام 1817. تحتوي على عدة بنايات، من بينها زوج قصور، عندك قصر البايات هذا كان خاص بالبايات، وعندك قصر الداي اللي هي، وعندك مصنع البارود جاي في الواسطة هنا. قارب 30 سنة دار السلطان تفتح أبوابها من جديد للسياح، حيث يعرض حرفيون منتجاتهم التقليدية. لي بوشيت تاع الكوابس ويخدموا المحازم تاع لي كارتوش في وقت فرنسا. نخدم كلش بيدي، ما نستعملش كاع لي ماشين. قلعة الجزائر سطح حضاري تسكن فيه عراقة المحطة، سيضاف إلى الوجهات السياحية الجذابة لمدينة الجزائر.
أيضا إلى اليوم الوطني للحرفي، حيث أحيت الجزائر بحر هذا الأسبوع اليوم الوطني للحرفي المصادف ل9 نوفمبر من كل سنة، وذلك من خلال تصدير برنامج تحسيسي مكثف لمتربسي مؤسسات التكوينية وتحسيسهم بأهمية الحرف ودورها في بعث التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. إحياء المناسبة بالعاصمة تميزت بتنظيم معرضا للحرف والصناعات التقليدية على مستوى مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. تفاصيل أكثر مع ياسين نقاش. بعد انقطاع عن العمل دام لأكثر من 6 أشهر، يأمل الحرفيون اليوم دعما من السلطات العمومية لاجتياز هذه الفترة الصعبة. الأدوات اللي نستعملهم بسيطة جدا، يعني نتمنى لو كان يكون عندي أدوات مثل الفرن يكون كبير نستعمل، يعني نقدر ننتج أكثر ونقدر نمد هاد حتى نمد هاد الحرفه للاجيال القادمه. جيسبر ديجا ان اتوليي، كاين بزاف حبوا يجوا يتعلموا، ما نقدرش في داري نخدم. الوغ كيف افيك لاتوليي نقدر نخدم الاز ونتعلم ونقدر جو ريكروت. وكما يقول المثل، مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد كانت فترة الحجر الصحي إيجابية للبعض الآخر. بديتها في فترة الكونفينمون، في فترة الحجر الصحي، عاوني بزاف. بديتها في لي ريزو سوسيو اللي هي في الانستغرام وفيسبوك، لونسيت لو بروجي هذايا. مع الاول كان عندي دي ديفيكولتي اللي هما انه الماده الاوليه ما كانش، لامبورطاسيون تغلقات، مي الحمد لله ما فشلتش وبازيت على الماركتينغ ديالي. اجراءات في الافق ستتخذها وزارة السياحة لانعاش الصناعات التقليدية. إذن يأمل هؤلاء الحرفيون في يومهم الوطني إعادة انتعاش نشاطهم للنهوض بالاقتصاد الوطني. وفي ذات السياق، القويطرة عبق إبداعي من الأصالة الجزائرية العربية. القويطرة موسيقى وتراث لا زالت تصنع بأنامل، لا طالما صنعت عدة آلات موسيقية لكبار الفنانين. يبدع العم جمال ويتقن في صنعها. ورقة لأحلام جوالمي. في هذه الورشة المتواضعة احترف جمال صناعة القويطرة والعود العربي الأصيل منذ ما يفوق 40 سنة. الصنعة هذه كما أقول لك خديتها من عند الوالد، تعلمتها من عام 76، والوالد الصنعة دياله كما أقول لك ماشي تعلمها موهبة من عند ربي، من عام 35 تعلم واش يسمى خدم العود واش يسميوه، خدم الموندول، خدم لا موندولين. الكويطرة هذيك الكويطرة خدمها في 68. بأنامل لطالما صنعت عدة آلات موسيقية لكبار الفنانين. يبدع جمال في إتقان هذا الخزف الفني، مخرجا منه طبوعا موسيقية ونوتات تمتد إلى عمق التراث. آلة الكويطرة هنادي هذه القمرة، هذه الديسان، هذا الرسم، هذا يقولوا شجرة الحياة، الأرب دو في. هذه كما نقول لك القمرة فهي أندلسية، هذه الدور ديالها باش يخرج من الحس تاع الآلة. العود والكويطرة آلتان موسيقيتان تعزف على أوتارهما أنغام شجية لأذواق الفن الأصيل. القمرة هذه اللي كان اللي وريتها هذا العود، هذا يقولوا له العود الشرقي. هذا الموروث الفني العريق المعبر عن أصالتنا وتراثنا جدير بنا المحافظة عليه. إلى حرفة أخرى، حرفة الضغط على النحاس، حرفة تقليدية من العهد. العثمانيين مهددة بالاندثار ويصارع من أجل بقائها أمثال الحرفي كمال بلخوخ والحفاظ على بريقها من خلال تحفه الإبداعية التي تخلد التراث الجزائري. والمزيد مع سناء بلقسبات. الضغط على النحاس حرفة يدوية تقليدية تحول صفائح النحاس إلى تحف إبداعية تجمع بين الجمال والدقة. كمان بالخوخ امتهن هذه الحرفة منذ أزيد من 40 سنة لينقش الرسومات والأشكال المبهجة بورشته الصغيرة بولاد عيش بالبليدة. عندي 42 سنة مهنة في النحاس، تعلمت عند عمي سيدي أحمد عبد اللطيف بليدة، قاعد أعرفه
وتعلمت عنده في 78 وفي 80 خدمت عند الحاج محمود الراوي الله يرحمهم، عميز أحمد عبد اللطيف الله يرحمه، محمود الراوي الله يرحمه، غرقي محمد الله يرحمه، من قدامى الحرفيين في البلاد. لوحات تشكيلية، مجسمات فنية وغيرها، قطع مزج فيها كمال بين التراث والحداثة، وهو في ذلك يكتفي بأدوات بسيطة كقلم الضغط وورقة الكربون وأداة مسننة، ولأنامله المبدعة التي تخلد تراثنا الجزائري المتنوع. وش عارف يد الإنسان، هذا هو الأدوات عصا، وش عارف يد الإنسان، احنا يا ما عندناش أدوات كبار في هذه المهنة. بين مهارة الحرفة وروعة الفن، ما زال عمي كمال يبحث عن تقنيات حديثة للضغط على النحاس، هذه الحرفة التقليدية التي باتت اليوم تصارع الزوال. كانت هذه مشاهدنا آخر محطة ثقافية، نهاية أسبوع موفقة وعودة إليك فايزة. شكرا جزيلا لك لاميا، ومن محطاتنا الثقافية إلى باقة من المحطات الدولية التي تأتينا بدون تعليق بصور فقط. إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة ضمن برنامج هذا الصباح، الصباح الرياضي. سهيلة معوش معي على المباشر لتقديم الأخبار الرياضية. سهيلة أهلا وسهلا. أهلا فايزة، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى الجولة الرياضية لصباح اليوم. إذن المستهل بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي اختتم تدريباته استعدادا للجولة الثالثة من تصفيات كانيا الكامرون 2021 أمام منتخب زيمبابوي، تحضيرات وقف فيها مدربا المنتخبين على جاهزية لاعبيهما تحسبا لهذا الموعد. نسرين شبوط. امتحان جدي آخر ينتظر الخضر في مجموعة يتصدرها الشبال بالماضي بست نقاط أمام زيمبابوي ثانية ترتيب بأربع نقاط، مباراة المتصدر والوصيف من أجل الفوز الثالث تواليا لرفقاء رياض محرز. والله ما على بالي دوك ما الكلوب هضروا مع لا فيديراسيون، دوك نروح إن شاء الله سيدي موسى نشوف مع الكوتش. سافي تا ماتش تري امبورطون بور نو تري دور mais voilà on a des joueurs capables de relever ce défi inchallah نكملوا على هذا la direction تاع la victoire inchallah. Et ça fait toujours plaisir de retrouver l'équipe nationale parce que bon au début c'est vrai que j'ai mal compté la liste mais après ça c'est toujours une fierté d'être là. منتخب زيمبابوي لن يكون بالخصم الضعيف، وهو الذي يحمل في تركيبته أسماء محترمة يمكنها إزعاج أي خصم. الجزائر هي الأفضل في إفريقيا، نعرف قدرتها جيدا والمستويات الجيدة التي تقدمها، وهو امتحان حقيقي بالنسبة لنا
سنسعى من أجل تحقيق نتيجة جيدة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، ونقدم مباراة في المستوى المطلوب والمنتظر منا. التحاق ثنائي رامي بن سبعين وعبد اللاوي المتأخر يجعلهما مبدئيا خارج حسابات الطاقم الفني في لقاء يغيب عنه اللاعب رقم 12 على أمل فوز الخضر في تحدي مواجهة فيروس كورونا. هذا وسيكون أشبال بالماضي اليوم على موعد مع منتخب الزيمبابوي على ملعب 5 جويليا الأولمبي. إذن الخضر يسعون إلى مواصلة الهيمنة الإفريقية والانتصارات المتتالية لحسم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2021 مبكرا. والتفاصيل بحوزة الزميل طارق بوفليح. صدارة المجموعة الثامنة في المزاد، ثلاثة احتمالات سيتنافس عليها منتخبان: الجزائر المتصدرة بست نقاط وزيمبابوي الملاحقة بأربع. فوز الجزائر يعني توسيع الفارق والتواجد على بعد نقطة واحدة من التأهل، فيما التعادل سينعش حظوظ الزيمبابويين في السباق، أما فوزهم فسيعني احتلال الصدارة. هي معطيات سيدخل بها الفريقان اللذان يتقاسمان صفة المحاربين، غير أن أرضية ميدان 5 جويليا ستفصل بين قوتهما. محاربو الصحراء أسلحتهم تغيرت، فقائدهم لن يرضى بما تحقق ويستهدف صفة الأقوى إفريقيا، معتمدا على توليفة بشرية منحت له حلولا تكتيكية ورغم الغيابات القصرية على تشكيلته المعتادة كبالعمري وعطال، وأن يعتبران ركيزة في الدفاع، إلا أن آخر مباراة خاضها منتخبنا الوطني كانت بغياب نفس الأسماء، ما منح لبالماضي حلولا تغنيه عن التفكير طويلا وتحصره في البحث عن طريقة لعب مثلى تحد من طموح المدرب زدرف كولوغاروزيتش، رغم الضربة الموجعة التي لحقت بتشكيلته بعد غياب أربع عناصر من مختلف الخطوط، بداية بحارس المرمى إلى الدفاع وسط الميدان وخط الهجوم، غيابات قد تدفع بالمدرب الكرواتي إلى تحسين دفاعاته واللعب على الهجمات المعاكسة لمباغتة شباك بلحي. المواجهة المرتقبة وإن تحمل طابعا رسميا، إلا أن غياب روح المباريات سيحرم المتابع من فرجة كانت مضمونة من جماهير تأمل اليوم قبل الغد زوال الفيروس اللعين لغزو المدرجات من جديد. هذا وأجرى منتخبنا الوطني أمس آخر حصة تدريبية لهم بمركز سيدي موسى، وضع فيها الناخب الوطني آخر رتوشاته مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها موعد اليوم. وعن التلفزيون الجزائري حضر طارق بوفليح. اكتمل التعداد، بالعمري يلتحق بالمجموعة بعد إصابة خفيفة، الظاهر أنه تعافى منها وسيكون حاضرا ولو على كرسي الاحتياط ليجهز لمباراة العودة يوم 16. رامي بن سبعين وأيوب عبد اللاوي بدورهما حاضران في أول حصة لهما وآخر حصة للمنتخب قبل المواجهة الهامة. عزيمة وإرادة وتركيز عالي يحوم حول المجموعة، وعون أن البقاء في القمة ليس بما مضى بل بتحقيق الفوز على الملاحق المباشر. نوصيه يعني كل الناس على يعني الالتزام بكل الشروط الصحية بالنسبة لهذا الوباء، وبأن الطاقم الفني واللاعبين راهم يحضروا يعني بكل جدية هذه المنافسة، وحنا يعني نخمو المنافسة قبل ما نخمو في المقابلة الثانية يوم 16، ولكن أنا نقول لكم بأن يعني حنا ما كانش يعني ما نحتقروا حتى فريق، راح نلعبوا يعني بكل جدية إن شاء الله المقابلتين هذه. جمال بالماضي وبنفس الطريقة يضفي أجواء مرحة عند كل تدريب، الهدف تخفيف الضغط عن لاعبيه أو جعله إيجابيا. العمل التكتيكي والانسجام والتركيز على المرمى أهم ما ميز آخر يوم من التحضيرات، المبتغى واحد وهو تثبيت سمعة بطل إفريقيا والتفرغ لما تبقى من أهداف، لكن دون غرور، بما أن الهزيمة واردة في قاموس كرة القدم كما الفوز والتعادل.
وخص رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي التلفزيون الجزائري بتصريحات حصرية بعد زيارة وزير الأول عبد العزيز جراد للمنتخب في ميكروفون طارق بوفليح ثانية. جد مسرورين يعني بزيارة الوزير الأول إلى مركز سيدي موسى، وهذه الزيارة يعني تشجيعية بالنسبة للفريق الوطني، يعني كل الطاقم الفني وعلى رأسهم السيد جمال بالماضي واللاعبين، يعني فرحنا كثير بالزيارة هذه اللي راهي تحفز الفريق الوطني. ومرة أخرى أكد يعني السيد الوزير الأول يعني باهتمام كل السلطات يعني بالمنتخب اللي يمثل الكثير بالنسبة للشعب الجزائري، والحمد لله يعني كانت لنا الفرصة باش يعني نعملوا له زيارة خفيفة في مركز سيدي موسى. وهذا الشيء يعني أيضا نشكر السيد خالدي وزير الشباب والرياضة على الزيارة تاعو الأمس وين تعشى معنا مع اللاعبين، وهذا يعني ما يدل على كل اهتمام كل السلطات يعني بالمنتخب الوطني. وفي تصريح آخر تحدث زطشي عن الظروف الخاصة باللقاء وقال: رب السادات في سيدي موسى كل الأشياء يعني مضبوطة يعني من ناحية البروتوكول الصحي، وكل الأشياء يعني رانا قايمين بها. اليوم اللاعبين عملوا للتست نتاعهم قبل إن شاء الله المقابلة غدا، وقبل السفر إلى هراري إن شاء الله يوم الجمعة، وحتى يعني الكاف يعني راسلتنا بالنسبة لكل المعطيات نتاع تطبيق البروتوكول الصحي، سواء في يعني بالنسبة للفريقين يعني في ملعب 5 جويلية، أو بالنسبة للحكام أو الطواقم يعني تاع الفريقين. وإحنا بالطبع راحين إن شاء الله نطبقوا هذا البروتوكول بكل جدية. كما أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ترشحه رسميا لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا ممثلا لأفريقيا في انتخابات مارس القادم. لنتابع. كاين يعني انتخابات في مارس 2021، رسميا يعني انا قدمت ترشح الجزائر كونسي اكزيكوتيف تاع الفيفا، ونتمنى ان شاء الله باش تكون المعاونه من كل الاطراف، وحنا ماذا بينا يعني الرجوع يعني كما تالق الفريق الوطني بالتتويج الاخير بكاس افريقيا، نتمنى ان شاء الله باش يكونوا اطارات في هيئات دوليه، وحنا لما لا ان شاء الله راح نمثل الجزائر في الفيفا، وهذا الشيء ما يكون الا ايجابي الى الكره الجزائريه بصفه عامه. من جهته وبعد أن حل أمس بأرضي الوطن، أجرى منافس الخضر منتخب زيمبابوي حصته التدريبية على ملعب 5 جويلية الأولمبي استعدادا للمباراة المرتقبة اليوم أمام منتخب الجزائري. والحصة كانت في توقيت المباراة حسب ما تنص عليه لوائح الفيفا. وليد فرحاني كان حاضرا وأعد لنا التالي. تاريخ 9 من جوان 2015 كان آخر موعد زار فيه منتخب زيمبابوي الجزائر بمناسبة مواجهة الخضور ضمن التصفية المزدوجة لمونديال وكان 2006. وبعد 15 سنة منتخب المحاربين مثل ما يلقب يزور الجزائر من جديد، لكن في ظروف مختلفة ومعطيات مغايرة. فتركيبة المدرب الصربي زدرافكو لوكاروزيتش سيجابهون أبطال القارة السمراء. منتخب زيمبابوي ليس بالصيد السهل، وهو الذي يحتل الصف الثاني خلف المنتخب الوطني بأربع نقاط جمعها من تعادل مع بوتسوانا وفوز في قلب زامبيا. منتخبات قارة إفريقيا لم تعد بالضعيفة كما كان يطلق عليها سابقا، كيف لا وهي التي باتت تعج بأسماء محترمة تنشط في بطولات القارة العجوز. فتركيبة المنتخب الزيمبابوي يتقدمها نجم الفريق الأول ومهاجم أولمبيك ليون تينو كيدويري،
الذي أهدى فريقه الفرنسي قبل أيام قليلة 3 نقاط غالية بتوقيعه ثنائية في الديربي أمام سانتيتيان، فضلا عن نجم خط وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي الناشط في البريمير ليج مارفيلوس ناكامبا، إضافة إلى نجم كبير بلجيكا أندرلاخت. الحديث هنا عن موسونا، من دون نسيان صانع ألعاب الفريق الناشط في نادي ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي خاما بليات. هي إذن أبرز أسماء الكتيبة الصفراء والتي ينبغي على محاربي الصحراء أخذ الحيطة والحذر منها واللعب بكل جدية وواقعية لتحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى كان الكاميرون. وفي تاريخ المواجهة بين المنتخبين الجزائري والزيمبابوي، يمنح التاريخ والأفضلية للخضر على منافسيهم بصفة عامة من ناحية لغة الأرقام التي تضعهم في أحسن رواق لتجاوز منافسه. وليد غريبية أعد لنا هذه الورقة الخاصة بتاريخ المواجهات بين المنتخبين، لنتابع. إذن مشاهدينا الكرام، نذكر فقط أن آخر مباراة بين المنتخب الجزائري والمنتخب الزيمبابوي تعود إلى عام 2017، وفي نسخة 31 من كأس أمم أفريقيا في أولى جولات هذه البطولة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. إذن الطاقم تحكيم مباراة الجزائر وزيمبابوي وصل أمس، ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي الكاميروني اليوم بمساعدة مواطنيها إلفيس جينو بوينغوغو وساندا أومارو والموريتاني ماساديارا حكما رابعا. وملعب 5 جويلية الأولمبية الذي سيحتضن المقابلة يعود لاستقبال الخضر بعد 13 سنة من الغياب، ويتواجد الصرح الأولمبي والتاريخي في أفضل حلة كما تظهره الصور التي رصدتها كاميرا تلفزيون الجزائري، وهذا بعد أشغال الترميم وإعادة تهيئته في الفترة السابقة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه الصور واللقطات نصل إلى ختام الجولة الرياضية، ونجدد التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يخوض مباراة هامة اليوم ويسعى فيها إلى التأكيد صدارته على المستوى القاري والعودة إلى فيزا. والموعد الساعة 8 مساء من ملعب 5 جويلية. كيف تتوقعين النتيجة سهيلة؟ والله المنتخب الجزائري يتواجد على أكمل تحضيراته. نعم، يمكن أن يحدث مفاجأة الفوز بحول الله الفوز 21 على التوالي فيزا. إن شاء الله يا رب. إذن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المقابلة. موعد إذن على الساعة 8 مساء مباشرة من ملعب 5 أجويلية. ختام برنامج هذا الصباح، شكرا لكم، إلى اللقاء.